بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من نمبر 1. في البدايه لازم اعتذر لحضراتكم، اعتذر لكل مشاهدينا وكل متابعينا. بالامس ابتدينا الحلقه لكن لظروف خارجه عن الاراده متعلقه لانتقالنا لبث خارجي لاحتفاليه تحيا مصر لم نتمكن من استكمال الحلقه، وجب الاعتذار. وبنشكركم جدا جدا الحقيقه على تقبل هذا الاعتذار منذ الامس، سواء على السوشيال ميديا او من خلال التنوهات، لكنه برضو وجب ان احنا نعتذر لحضراتكم مره تانية. النهارده عندنا كلام كتير جدا جدا، ركز في اللي هقوله وسيب اللي في ايدك خالص علشان انا محتاج انتباهك معايا بنسبه 100%. مين اللي بيقود مين؟ هل ادارات الانديه هي اللي بتقود الفرق الرياضيه بتاعتها وتحديدا فرق كره القدم، ولا السوشيال ميديا هي اللي بتقود الانديه وتقود الادارات والامر تحول الى العكس بالعكس؟ الحقيقه انا نفسي ما بقتش عارف، يعني بعد ما وصلنا لحاله من حالات الجدل، جدل في كل حاجه. صفقه جت ما جاتش ليه؟ لو هي جت فجت وحشه فتنزل سبع ارض وهي ممكن تبقى كويسه، بس في حمله اتعملت عليها فبتبقى مش كويسه. صفقه وحشه بس في حمله اتعملت فتبقى حلوه. لعيب ماشي كويس بس ما عندوش صفحات، ما عندوش سوشيالجية يدافعوا عنه، ما عندوش درويش، ما بيدفعش فلوس، ما عندوش خمسة ستة. وركز في اللي بقوله عشان بيحصل. ما عندوش خمسة ستة، والخمسة ستة كل واحد قاعد له على صفحة فيها كام مليون، فبيكتب عن فلان الفلاني ده كلام إيجابي وعن فلان الفلاني ده كلام سلبي، فيخلص على ده ويعلي في ده ويرهب ده ويرهق ده ذهنيا ويوصل المراحل لحالة كده من حالات. أنا ما بتكلمش على فكرة، خد بالك، أنا ما بتكلمش على الإطلاق على أنك تقول على لعيب كويس في فرقتك ولا لأ. يعني مثلا الترند اللي من امبارح لحد النهاردة هو مين الأحسن، فرجاني ساسي ولا حد من لعيبة النادي الأهلي أيا ما يكون هو مين؟ والمقارنات عندنا فرجاني ساسي، طب انتوا عندكم مين دلوقتي؟ طب كينو ولا اجاييه ولا وليد ازارو ولا 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 ولا؟ كل واحد بيتكلم من المنطلق بتاعه ومن منطلق انتمائه. كل ده مقبول على فكره، لان هي كره القدم هي دي حلاوتها وهي دي متعتها. بس انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم على هذا الكم من السباب والشتايم الموجود على السوشيال ميديا الذي يتم استغلاله بشكل خاطئ جدا. تكتب راي، تقول حاجه في حق حد، تلاقي مجموعة بيخش واحد يكتب تعليق والباقي كله شبهه، واحد والباقي كله شبهه. لما باجي اتكلم على الإدارة، إدارات الأندية، حدث ولا حرج. والأمثلة كتير وانتوا أدرى مني بيها. الزمالك في موضوع مندومه 6 نقاط، الجمهور زعلان وغضبان يقوم الدنيا ومعه، وهتدفعوا ولا مش هتدفعوا، وهتعمله ولا مش هتعمله، والدوري هيضيع والدوري، رغم انه مجلس الاداره بيتحرك، رغم انه مجلس الاداره صحي والناس تاني يوم الصبح دفعوا 15 مليون جنيه. بس انا مش هصبر، انا مش هصبر لك. انا اصبر ليه؟ كابتن محمود الخطيب، هل في 2 3 يختلفوا عليه وعلى الراجل وعلى ادارته ونجاحه؟ مفيش. ما تيجي تقول لي مثلا انه جمهور السوشيال ميديا، وانا بقيت افرق ما بينهم الحقيقه، لانه في جيم كده في وقت من الاوقات هنقف عنده وهنتكلم فيه، فيحصل نوع من انواع الغضبه الجماهيريه عشان خاطر ما فيش صفقات، فتيجي الصفقات فيتشكك في الصفقات فيتقال عليها مش عارفه ايه وده مش عارف ايه وده جه غالي وده جه رخيص. الحقيقه يعني الموضوع بقى مؤذي نفسيا، مؤذي نفسيا بالنسبه لكل الناس اللي بتشتغل في مجالس الادارات، ومؤذي نفسيا للبني ادمين اللي بيشجعوا واللي عندهم سلام نفسي ونفسهم فعلا وهم بيستخدموا اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي ما يشوفوش هذا الكم من الانحراف في الاراء. انحراف في الاراء، يعني انت ممكن تبقى مكون وجهه نظر مثلا انه كريم نيدفيد لعيب كويس، انت مكون كده لان انت شايفه في الملعب كده، بس يا عيني عمرك ما هتعرف تكتب مثلا انه كريم نيدفيد لعيب كويس لانه في حمله اتعملت عليه فهو شربها
فبقى اي كره هيمسكها انت مش باصص له غير على الغلطه، مش باصص له على الكره الحلوه. فدي تكتب كلمه كويسه يقول لك يا عم ده انت ولا بتفهموا حاجه يا عم كريم يا عم انت، فيعني غصب عنك تضطر تحوش كلمه حق عايز تقولها علشان الموجه عاليه. وقيس بقى على كده كتير. انا ضربت لك مثال بس، وليه ضربته بوليد نيدفيد وكريم نيدفيد؟ لانه كريم مستواه اتحسن بشكل كبير لما الناس بدات صوت الحق غلب على هوجة السوشيال ميديا. هوجة يا اخوانا، كل اللي انا بطلبه حكموا عقلكم وحكموا المنطق في الحكم على اي حاجة قدامكم. بلاش العاطفة وبلاش القيادة المنحرفة في واحد يقول رأي فكله يبقى معاه. خلي عندك وجهة نظر، احكم بنفسك. اتفرج على اللعيب الفلاني يقول اه ده كويس، اتفرج على اللعيب الفلاني ده وقول لا مش كويس. انتقد ما تشتمش، يعني خلي عندك معاييرك انت الخاصة اللي بيها تبقى متسق مع نفسك، اللي بيها تبقى متصالح مع نفسك. ما يبقاش الموضوع له علاقة بانه طالما الموجة رايحة في السكة دي فخلينا يلا نروح كلنا في السكة دي. نقطة مهمة خد بالك، اوعى تفتكر نفسك اقل واحد، اوعى تفتكر نفسك رأيك مش هيأثر. هيأثر بشكل ايجابي كبير جدا جدا. ليه بقول ده؟ والله العظيم والله العظيم في ناس على السوشيال ميديا بتدمر فرق وتدمر خطط لمجالس ادارات المفروض ان هي هتبقى ناجحه والمفروض ان هي هتمشي صح، لمجرد انحراف في الاراء ولمجرد ان هي متاخده يمين او شمال. بتكلم على الاهلي والزمالك تحديدا. حكموا منطقكم وانتوا بتتفرجوا على فرقتكم، حكموا دماغكم وانتوا بتتفرجوا على اللعيبة بتاعتكم وانتوا بتحكموا عليهم وانتوا بتحكموا على مساركم وانتوا بتحكموا على صفقاتكم. شغلوا مخكم، ما تخليش حد يأثر عليكم، لانه فعلا فعلا الواحد بدأ يشوف بعينه حاجات. لا في حاجة غلط، في حاجة غلط. المفروض والبديهي، وانا كلامي للأهلي وللزمالك، انت ورا فرقتك، ورا فرقتك كسبانة خسرانة انتقد وما تشتمش. احكم بدماغك وانتقد وخليك عندك رقي في تصرفاتك، لانه بيأثر بشكل كبير جدا جدا على معنويات اللعيبة وعلى نفسياتهم. دي جزئية كنت حابب اتكلم فيها الامانة، لانه بقت مؤذية لناس كتير. الجزئية التانية، عرفت انه الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن دراسة مقترح انه مباراة السوبر المصري بين الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك هتتلعب بجمهور قبل بطولة الامم الافريقية. اذا كان التفكير ده بالشكل ده بيحصل فدي حاجة عبقرية جدا. تقول لي يا عم عبقرية ما تبطلوا بقى مبالغة بتاع والله عبقرية، احنا عايزين ده. سيبني وانا بقول كده ابقى متخيل شكل الجمهور من ناحية الأهلي ومن ناحية الزمالك واحنا داخلين على بطولة الأمم الإفريقية، وهتاف من هنا وهتاف من هنا وماتش كورة مولع نار. هو أنت ترفض وأنا أرفض؟ بس احنا محتاجين علشان ده يحصل يبقى في مقدمات إيجابية. ركز، ها ركز، لازم يبقى في مقدمات إيجابية من الجمهور اللي هيحضر في ماتشات الأهلي وطرفها فرق تانية، ومن الزمالك واللي هيحضرها طرف تاني. مهم قوي ندي مؤشرات للأمن، مهم قوي ندي مؤشرات للاتحاد المصري لكرة القدم، مهم قوي ندي انطباعات للناس ان احنا ان شاء الله بإذن الله الماتش ده نعمله كجمهور بشكل مميز عشان نبقى داخلين على بطولة الأمم الإفريقية. وأقدر جدا حالة القلق اللي ممكن تبقى موجودة عند الناس في الاتحاد وفي الأمن، يقول لك طب ما انا ممكن الماتش ده اخليه يبقى فيه جمهور اهلي وزمالك وتخرج الامور عن النطاق، او يبقى فيه نوع من انواع يعني الخروج على المألوف، وبالتالي نفسد الدنيا كلها واحنا داخلين بطولة الامم. كل ده وارد، بس هي الامور بتدار بالحكمة وبالمعلومة، بالحكمة وبالمعلومة. وده اللي المفروض ان احنا ان شاء الله باذن الله نبقى شغالين عليه. في 90 ثانية ايه اللي حصل في كل حته في مصر وبره مصر؟ تعالوا نتابع مع حضراتكم.
نقول تاني وجع ورج، لا بلاش وجع ورج، نقول تاني. النهارده هيبقى ضيف يضيف حضراتكم كابتن طارق يحيى، وهنتكلم في امور كتيره جدا جدا. المفروض كان كابتن طارق يحيى كان ضيفنا امبارح، الحقيقه سجلنا معاه الجزء الحواري وهنعرضه لحضراتكم النهارده، بس حوار بجد ممتع. استنوا تسمعوا راي كابتن طارق يحيى في ايه اسباب اصابات النادي الاهلي. هقولها تاني، استنوا تسمعوا اصابات النادي الاهلي من الكابتن طارق يحيى عشان عنده تفسير معرفش هتتفقوا او تختلفوا معاه. مأثر قوي في الفيديو بتاع الراجل اللي هو نقول تاني وجع ورج بتاع تالت اعدادي، واللي يجيبه يروح للحاج طه ابو الناظر ويديله 5000 جنيه. مؤثر فيه بشكل كبير جدا جدا، الواحد حقيقة بقى بيعيش لانه بيشوف حاجات تأثر فيه جدا جدا. تعالوا نشوف اخبارنا النهارده فيها ايه. طيب ابتدي مع حضراتكم باخبار النادي الاهلي وكواليس النادي الاهلي، وعندي تفاصيل كتيره جدا الحقيقه النهارده، حتى كمان فيما يتعلق بنجم منتخبنا الوطني كابتن عصام الحضري هنتكلم فيها ونتناقش فيها. بس خليني ابتدي معاكم بخبر مهم جدا جدا في النادي الاهلي، بس نروح للفاصل السريع ده ومن بعده هنقول لكم الاهلي بيفكر في مين من ضمن الصفقات اللي في الفتره اللي جايه ممكن تبقى موجوده او مع بدايه الصيف. تعالوا نتابع مع حضراتكم. شوف يا سيدي، الاهلي اتفق مع الانتاج الحربي على ضم محمود حماده وعامر عامر في الصيف مقابل 35 مليون جنيه. 35 مليون جنيه دي قيمه الصفقه اللي النادي الاهلي بيفكر في ابرامها ودخل فيها في الفتره اللي جايه، محمود حماده وعامر عامر. عامر عامر على مستوى حراسه المرمى الحقيقه ماشي بشكل كويس جدا جدا، للدرجه اللي دفعت الكابتن احمد ناجي وهو ضيفنا هنا يشيد بيه بشكل كبير، ويقول انه بقاله سنتين ماشي بشكل منتظم الحقيقه وعامل شغل محترم جدا مع الانتاج الحربي. الاهلي كان دخل في الصفقه كمان بتاعه محمود حماده. محمود حماده جاي للانتاج الحربي من مصر المقصه ببند تفعيل الشراء اللي هو مقابل 500,000 جنيه اللي قدام حضراتكم على الشاشه، ماشي كده؟ علشان يفعلوا الفلوس دي الانتاج. شوف بقى اللقطه، ها ركز في اللقطه، لما تبقى بيضالك في القفص يبقى عندك لعيب هتخلصه ب 500,000 جنيه وتبيعه للنادي الاهلي بالرقم بقى اللي حضراتكم شايفينه، بس هو عشان هيبقى عامر عامر ومعاه محمود حماده فالرقم على بعضه هيبقى 35 مليون جنيه. الاهلي بيضم جيرالدو وصلاح محسن لقائمه مباراه دجله وبيستبعد حمدي فتحي. قائمه النادي الاهلي فيها 20 لعيب، ال 20 لعيب على راسهم شريف اكرامي، محمد الشناوي، هاني وياسر ابراهيم وايمن اشرف، سعد سمير وعلي معلول ومحمود وحيد وباسم علي، السليه وهشام محمد ورمضان صبحي وناصر ماهر وصالح جمعه، حسين الشحات، جيرالدو، احمد حمودي، كريم ندفد، وجونيور اجايه، وصلاح محسن. ده بالنسبه كده لقائمه النادي الاهلي. رجع صلاح محسن بعد الاصابه، ودي ملامح كده من تدريبات النادي الاهلي في الفتره الاخيره. حمدي فتحي اشترك كان في لقاء المقصة الأخير وكان اتصاب. اسلام محارب كمان اتصاب النهارده في مران الفريق، وبالتالي نتمنى له الشفاء إن شاء الله بإذن الله ويرجع ويكون موجود مع النادي الأهلي. الأهلي أعلن ارتفاع قيمة عضويته ل 500,000 جنيه. العضوية بداية من أول فبراير هترتفع 150,000 جنيه من 350 ل 500، والأمر برضه بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد هترتفع 50,000 جنيه من 125,000 ل 175، عضوية فرع التجمع هتبقى ب 200,000 جنيه. ده عن كواليس وتفاصيل مهمة في النادي الأهلي.
عندي كمان اخبار مهمه النهارده، وعندي كمان تقارير. قبل ما اروح لاخبار الزمالك، خليني اخد مع حضراتكم تقرير عن الكابتن حسام حسن ومغامره انتهت سريعا في بيراميدز. نتابع مع حضراتكم وبعدين نرجع نكمل كلامنا، والمره ديت هنبقى موجودين معاكم في اخبار نادي الزمالك. لو عايزين تخشوا على اخبار نادي الزمالك، طيب يلا نروح للتقرير وبعدين نرجع نكمل كلام، يلا بينا. انتهت مغامرة حسام حسن مع نادي بيراميدز مبكرا جدا، بعد أن انتهت مواجهة الفريق الحديث مع الزمالك بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ليقرر مالك النادي الإطاحة بالتوأم بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من العمل داخل جدران بيراميدز. في مغامرة سريعة لم يتمكن المتابعون من الحكم عليها بصورة واضحة، وتشير الأرقام بأن حسام حسن قاد بيراميدز في 11 مباراة، حقق الفوز في 6 وتعادل في 5 ولم يتلقى أي هزيمة، وأحرز الفريق معه 24 هدف ودخل مرمى 12 هدف وحصد 23 نقطة في سباق الدوري الممتاز. وعلى الرغم من أن خانة الهزيمة ظلت خالية مع حسام حسن في بيراميدز، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على مقعده أكثر من قرابة 3 أشهر، حيث تولى المهمة يوم 29 أكتوبر الماضي، وتمت إقالته رسمياً يوم 24 يناير. ويبدو أن الصفقات الكبيرة التي تعاقد معها بيراميدز في هذه الفترة مع عدم تحقيق الفوز بصورة مستمرة جعلت مالك النادي يفقد الثقة في المدرب، وذلك بعد التعاقد مع 5 لاعبين من العيار الثقيل، وهم هداف الدوري الإكوادوري جون سيفونتيس، وأفضل لاعب في أسيال عام 2017 عمر خربين، ولاعب شارلروا البلجيكي وناشئ ريال مدريد كريستيان بينافنتي، وإريك تراوري من المقصة، ونجم الدوري المصري الأول في السنوات الأخيرة عبد الله سعيد. ومع كل هذه التعاقدات، إلا أنه يبدو أن حسام حسن لن يلبي طموحات مالك النادي ليصبح هو وتوأمه إبراهيم حسن الضحية في محاولة للحاق بركب المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، لتنضم تجربة بيراميدز لتجارب العميد التدريبية في السنوات العشر الأخيرة. ويبدأ بيراميدز حقبة جديدة مع المدرب الرابع له هذا الموسم، وهو الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لناديي الهلال واتحاد جدة في السعودية، والذي ارتبط أيضا بقيادة النادي الأهلي المصري في الصيف الماضي. وبشكل مؤقت سيقود العميد أحمد حسن القيادة الفنية لفريق بيراميدز أمام الداخلية في الجولة 21 القادمة، على أن يتولى رامون دياز وجهازه المسؤولية عقب هذا اللقاء. تغييرات عديدة يشهدها فريق بيراميدز منذ بداية الموسم على أمل مواصلة المنافسة على لقب الدوري، فماذا ستسفر عنه نتائج الفريق المقبلة؟ ايه اللي بيحصل في الزمالك؟ لاول مره زيزو بيشارك في تدريبات نادي الزمالك. احمد سيد زيزو احدث الوجوه المنضمه لنادي الزمالك، وزي ما كان امير مرتضى كان اتكلم معانا قبل مباراه بيراميدز، قال انه سيعلن عن اسم الصفقه الجديده بعد المباراه، وكان عنده في ده وجهه نظر بيقول انه المجموعه اللي موجوده مش عايزين نقلل منها خالص لما يتم الاعلان، وكده كده هو مش هيشارك في الماتش ده، وبالتالي زيزو من الصفقات الحديثه اللي انضمت لنادي الزمالك واللي حضر المران. الحقيقه انه زي ما بقول لحضراتكم الزمالك ماشي بصفقاته بشكل كويس جدا جدا وبشكل منسق فيما يتعلق بالاحتياجات، خاصة كمان إذا كنا بنتكلم ناحية الشمال، فتقريبا كده الأمور أصبحت منتهية. وبالنسبة حتى كمان لخط الهجوم، نادي الزمالك لأول مرة منذ سنوات يكفل له فريق متكامل عنده هوية قوية وعنده لعيبة دوليين. ركز بجد والله في الكلام اللي أنا بقوله ده، إنه نادي الزمالك
النوعيه دي من لعيبه المنتخبات ما كانش بيعرف يتعاقد معاها. والحقيقه انه ما كانش الموضوع بس له علاقه بالتعاقدات الماديه بقدر ما احساس اللعيب ان هو جاي ممكن ما يحصلش على بطوله او الامور ما يبقاش فيها استقرار. لا، في هدوء كبير جدا جوه نادي الزمالك في الفتره ديت، وفي على مستوى فرقه كره القدم جمهور الزمالك حاسس انه السنه دي غير اي سنه تانية كانت فيها الفرقه. مصطفى فتحي، طيب ايه اللي هيحصل؟ مصيره هيؤجل لبعد المران الاخير من مباراه المقصه. مش بتكلم على شيء اكتر من مدى جاهزيته للمشاركه، مش الرحيل، لانه خلاص نادي الزمالك لن يترك لاعبا واحدا الى الان. القرار جوه نادي الزمالك الحفاظ على مجموعه اللاعبين المتواجدين كلهم بهدف الوصول او الحصول على بطوله. الكلام بقى المفتوح فيما يتعلق بصفقات انتقاليه من الزمالك للبيراميدز لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ما حصلتش حاجه على ارض الواقع. اول لما يحصل اكيد هنتابع واكيد هنتكلم مع حضراتكم فيها. بالمناسبه مدبولي حصلوا على راحه من تدريبات نادي الزمالك، ايمن حفني كمان كان في برنامج طبي وتاهيلي بصحبه الجهاز الطبي عشان يتم تجهيزه للفتره القادمه. ده بالنسبه لمدبولي. كابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري وحاله من الشد والجذب حقيقه كانت في الفتره الاخيره، وتصريحات وعكسها ما بينه وما بين توأم كابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن. على كل ان الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي المصري اتكلم عن احوال الفرقه في الوقت الراهن وتفاصيل مهمه جدا، خلونا نتابعها مع حضراتكم في هذا التقرير المصور وبعدين نرجع نكمل كلامنا. الفرق كلها متقاربه وبتروجيت مش بعيد، يعني هو في الاول والاخر كل الفرق ما هنقول المركز الرابع قريبين، ماتشين ثلاثه مكسب يفرقوا، لكن هيظل ان الماتش بتروجيت دايما باي شكل في الجدول هو ماتش صعب مع عدد من اللعيبه جيد، مدرب عنده خبره في الدوري مؤمن وعملوا تدعيمات جيدة جدا، هيظل التوفيق بقى وعدم دي حاجة في ايد ربنا، لكن طبعا ماتش صعب. يعني اللعيبة اللي جت اللي احنا شفناها مباشرة هو حسين طبعا وسعيد، باقي اللعيبة شفناها من الفيديوهات وكده، فهيظل ان عندنا بعض الحاجات اللي لسه محتاجين يعني يتعلموها شوية، انما سعيد وانا عارفه وحسين وهما لعيبة ممتازين وتأقلموا مع اللعيبة الكبار الموجودين زي فريد واسلام وعمرو كل الناس اللي موجوده. والله احنا بنحاول ان شاء الله نبقى نلعب بعدد من الجمهور حتى لو قليل شويه في الاول، وان شاء الله يبقى قريب. حكايه الملاعب احنا عارفين الظروف نفسها مش مساعده، فما يجبش ان احنا نقف نبقى عائق في الكلام ده، خصوصا ان احنا بنلعب في ملاعب جيده برضه. لكن مهم الحكايه الثانيه ان الجمهور ان شاء الله يجي عدد على الاقل 1000 يعني 1000 مشجع. نحاول ان شاء الله، وهم ملتزمين يعني الجمهور المصري ملتزم في الماتشات اللي هو حضرها كلها او حتى اللي اتعملت في بورسعيد هنا قبل في بطوله افريقيا، فاعتقد ان شاء الله قريب يبقى في عدد من الجماهير، لكن الملعب هيظل ان احنا الظروف نفسها ما يجبش ان احنا يعني نتحجج بيها او ممكن تبقى مؤثره، لكن ما يجبش ان احنا نقف ضد الجو العام فيها. يعني ايزي لعيب محترف وانا ما كانش يعني هم الوكيل بتاعه حاولوا ياخدوه او حاولوا يودوه بعض الانديه، وانا ما كانش عندي يعني قلت ما فيش مشكله لو هو عاوز، ولكن هو بيتمرن كويس وهو يعني ولقى نفسه امبارح في ال 18 بعدين لعب وادى ده جيد، لكن هيظل انه برضه موجود او مش موجود ما تعنيش انه هو لازم يلعب اي لعيب مش هو بس، لكن هو لسه ما اتكلمش معانا، عرفت الكلام ده النهارده فاتكلم معايا وكان العرض جيد للنادي وبعدين للعيب ممكن ما يبقاش عندي مشكله، لو العرض مش جيد هو هيظل معانا
بتاعنا، واحنا ما عندناش مشكله في الاماكن الاجانب يعني. والله في يعني في مهاجم ان شاء الله نيجيري، في مدافع سيرد باك فلسطيني، ده خلصوا لعب في بيلعب في منتخب فلسطين ولعب بطوله اسيا، واحتمال يبقى في حاجه يعني لسه مش عارف، هتبقى من الزمالك تقريبا يعني، ان شاء الله ربنا سهل، مش هنقول عليها لكن لما تخلص يعني ان شاء الله. نقول شيكابالا يعني والله احتمال هو لعيب كبير، ولكن يعني بنشوف ظروفنا احنا، نشوف انه يفهم من طبيعه شغلنا لا حتى الان، ما اتكلمش في عقده، لكن لسه يعني في اليومين الجايين هيبينوا ايه الوضع بالظبط يعني. معايا على التليفون عم الناس، حارس مرمى مصر التاريخي، واحنا ربنا رزقنا بعصام حضري واحد بس. يا نجم النجوم مساء الفل. مساء الفل يا هيمه، صباح الفل ولا مساء الفل عليك يا حبيبي، اللي انت عايزه، انت عايزها مساء، انت عايزها صباح، اللي انت عصام الحضري يعني، الدنيا تمشي معاك زي ما انت ما عايز. حبيبي انت عايزه يا هيمه، حبيبي والله يا هيمه حبيبي والله. اتبسطت جدا ان انا قريت خبر انه مشكلتك مع النادي الاسماعيلي اتحلت، اتبسطت جدا انه الامور يعني انتهت بشكل طيب جدا، وان احنا هنشوف عصام الحضري مره تانية في الملاعب، وعرفت ان في تعاقد كده كمان مع النجوم، طمنا وقول لنا الاخبار ايه والدنيا مشيت ازاي. لا هو طبعا كان في، طبعا انا اخذت قرار من فترة ان انا كنت ان انا امشي من نادي الاسماعيلي، ان كان في ظروف، الظروف دي بتحصل في اي نادي على مستوى العالم مش في نادي الاسماعيلي. كان قرار صح او قرار خطأ، اكيد كل واحد بياخد القرار. بس زي ما قلت لك في الاول والاخير، انا يعني بشكر الباشمهندس ابراهيم عثمان، بشكر مجلس الادارة، بشكر الباشمهندس محمود عثمان نفس الشيء، كابتن علي ابو جريشة، بشكر الجمهور ان ما فيش حد يبقى زعلان مني، وبطلب منهم ان هم يساندوا نادي الاسماعيلي ويقفوا مع الفريق لحد اخر الموسم. كره القدم فيها بتكسب وبتخسر وفيها تعادلات، والطبيعي ان كره القدم معروفه ان هي فيها مكسب وخساره، ممكن يحصل اي يعني ضربات، وده طبيعي في كره القدم. بس زي ما قلت لك في الاول والاخير، بطلب من الجمهور ان هو يقف مع فريقه ويقف مع اللعيبه ويقف مع مجلس الاداره، ده اول حاجه. انا بعت ناس النهارده من عندي، راح اخد الاستغناء بتاعتي من نادي الاسماعيلي، والاستغناء موجوده معايا عندي بكره ان شاء الله الساعه 8 بالليل، بعون الله عندي اجتماع انا ومع حازم الحديدي، مع الاستاذ محمد الطويله وشادي الطويله ومهاب الطويل، طبعا بكره ان شاء الله الساعه 8 بالليل ان شاء الله، هنشوف هنعمل ايه وهنتكلم في ايه في كل حاجه عشان لو في كده ان شاء الله خير نبدا تحدي جديد. الفتره اللي فاتت انت يمكن قابلتني وشفتني بطريقتي، كنت انا بعيد خالص، ما كنتش عايز حد يعرف حاجه عني، ده حقيقي بشتغل، شفتني انت عرفت ان انا بتمرن ازاي وبشتغل ازاي، اقفل على نفسي، هبدا تاني اقفل على نفسي نفس الشيء لو لنا نصيب ان شاء الله. بشكر طبعا الانديه كلها اللي كانت اتفاوضت معايا، ان كان في حوالي 4 انديه، كان في نادي احد، بس انا اخترت يعني في الفتره الحاليه ابقى موجود في مصر اكتر، ابقى في نادي جنب يعني جنب بيتي، اقدر اتمرن براحتي هنا، اقدر اتمرن هنا، اقدر اخش في تحدي جديد بمعنى الكلمه. ما بتزهقش من التحديات؟ ما جاش عليك وقت قلت خلاص بقى انا هثبت لمين يعني، هثبت لمين نفسي يعني خلاص؟ 25 سنه هيما، كلها تحديات، كلها اثاره، كلها مطبات. ما بزهقش، اللي اتعود على حاجه في حياته مش هيقدر ينساها او هيقدر يبطلها. يعني انا بحب التحديات وبحب الاثاره، يعني بتهيألي لو ما كنتش طلعت ان التحديات كنت زمان طلعت ضابط شرطه. مهمه مستحيله. ايوه. طب انا اسالك سؤال، انت طب بكل صدق وبكل امانه، انا عارف طبيعه شخصيتك بس انا لازم اسال السؤال ده، انت ما فيش حاجه بتكسر مقاديفك لما مثلا الناس تقول لك يا اخي استجيب بقى لسنك ولجسدك وانه اكيد عضلاتك مش هتساعدك، انت دلوقتي كبرت، ما بتتاثرش؟ بص انا هرد في حاجتين مهمين، اول بس عايز اقول لك حاجه بس يعني فضل. معلش، وبعدها هرد على السؤال بتاعك. اتفضل. النهارده في حاجات كتير في السوشيال ميديا، بيقولوا كده السوشيال ميديا صح؟ بيقولوا ايه؟ السوشيال ميديا صح؟ السوشيال ميديا.
يعني ولا صح انا اه لا سوشيال ميديا انت دلوقتي عندك تويتر ومكسر الدنيا يا سيدي. الحمد لله. حاجات طبعا من الصبح لحد دلوقتي اكتب كلام كله عام من الصحه. كلام كله عام من الصحه في حته اولا السنين اللي انا ممكن اضيع مع النادي بتاعي او حته السنين او الست شهور او السنه ونص او 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 تاني حاجه الماديات اللي الناس كلها بتتكلم فيها النهارده لفلوس اسماعيلي او فلوس اللي انا خلصت نفسي بيها او الفلوس اللي انا هاخدها في النادي او كله ده عار من الصحه. اتمنى ان اي حد لما يكتب طب ايه الصحيح؟ ايه الصحيح؟ قول لنا الصحيح. لا ما هو الصحيح كله، الصحيح كله بكره هقول لك عليه كل حاجه بكره ان شاء الله لما اقعد مع الصحابه الطويله ان شاء الله هنتفق على كل حاجه. اها زي ما قلت لك ماديات مش كل حاجه. فاهم انت عشان الناس تبقى فاهمه برضه لان النهارده طبعا كلام كتير اتقال عار من الصحه وانا كنت هوضح بس انا حبيت برضو انا اللي بنفسي الناس تسمعني ان اي واحد بيكتب حاجه لازم تكون واثق منها لان في ناس النهارده كتبت ان انا ان انا همضي سنتين او همضي ثلاث سنين او همضي كذا فلوس مش عارف كام كام ولا 5 مليون ولا 2 مليون ولا مليون ولا 300000 ولا 500000 ولا 100000 الكلام ده كله عام من الصحه مفيش اي حاجه من دي خالص لسه بكره ان شاء الله لسه ما اتفقتش لسه ما اتفقتش على الفلوس انا ليه كل الموضوع اللي انا خلصت الاستغناء بتاعتي من نادي الاسماعيلي بس خلصتها بنفسك يعني انت اللي دفعت فلوس من جيبك وخلصتها وبعت ناس النهارده خلصوها وبعت وحازم الحديدي بعت ناس خلصناها واخدنا الاستغناء وموجوده معايا دي حاجه الحاجه اللي انت كنت بتكلمني الثانيه اللي هي موضوع ان الناس بتقول انت ما بتبداش ما بتشتغل الكلام ده انا احنا 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 104 مليون الكلام كتير الكلام اللي اللاعب او الحارس او المدرب او اي مجال هتبص للكلام ده وهتسمع الكلام ده وهتقول مش عارف ايه وكبرت وصغرت ولا مبطل مش عارف ايه الكلام مش بفلوس او الكلام ما بيتجمركش في حاجه اسمها الكلام ما بيتجمركش يعني فاهم لو كل واحد هيقول كلام وهيتجمرك هيسكت مش هيتكلم عشان كده انا ما ببصش بيقول لك الكلام مش بفلوس يعني كلام مش بفلوس وسيبنا لا خليه جمرك احسن عشان برضه الناس تقول لك كلمه الفلوس بتبقى وحشه عند الناس ماشي اتفقنا لان الناس كلها ما بتشتغلش عشان الفلوس ماشي القصه كلها زي ما قلت لك انا الكلام ده بيديني باور لو انا بقرا يعني او بسمع الكلام ده بيديني باور بيديني اصرار بيديني نخلي اي حد بيتكلم كلمه عليك هو اللي يرجع يقول لك انا اسف حقك عليا عصام الحضري بيسخن علشان يرجع تاني يبقى موجود مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية بطولة هتتلعب على الأرض ووسط الجمهور والكابتن أحمد ناجي كان ضيفي هنا وسألته على عصام الحضري قال لي حارس مرمى كبير ونجم كبير وفي حتة تانية مختلفة يرجع ويبقى موجود في النادي في نادي من الأندية وأكيد إحنا بنبص على الكل ما بص أقول حاجة كلام جميل طبعا بشكر الكابتن ناجي بس زي ما قلت لك انا اخدت قرار قبل كده اقول اعتزال دولي وزي ما قلت لك طموح مش بس لعصام الحضري طموح لكل واحد لكل حارس لكل لاعب انا في تحدي هشتغل على التحدي وهشتغل على التحدي ان انا اخلص يعني ان شاء الله مع النادي وابدا اشتغل هقفل على نفسي اعمل تحديات جوايا انا بقالي 25 سنه بعمل تحديات دخلت طريق جامد ودخلت في طرق ودخلت مطبات وربنا كان بينصرني هشتغل زي ما قلت لك طيب يبقى لو هنشتغل ولو هنعمل كده فخلينا بقى ناخد عنوان انه عصام الحضري يعلن عودته للاعب الدولي مره اخرى وانه تحت امر المنتخب في حال اختياره اما وانك موجود ما ليا اختيار وليا نصيب مع ال 23 ما فيش ليا نصيب برضه ما فيش اي مشكله يبقى عصام الحضري يعود في قراره من الاعتزال الدولي ويضع نفسه تحت امر المنتخب خلينا نحط عنوان علشان يبقى موجود بص يا احنا هنشتغل بص يا هيبه هنشتغل زي ما قلت لك مع منتخب مصر لان بعض الناس بتحور بتقول كلام او بتفسر الكلام على مزاجها ايوه احنا موجودين لمنتخب مصر خدمه بلدنا يعني انت عايز ترجع تلعب تاني عايز ترجع تكون موجود مع المنتخب تاني اقول لك يا حبيب قلبي ما فيش زي ما قلت لك ما فيش مشكله خالص الناس اللي بتتكلم على موضوع السن وكل ده وجهه نظرهم تحترم انت اللي تقدر تحكم الشخص اللي قدامك بادائك بشخصيتك بمستواك بلعبك بكل حاجه ان اي واحد يقول لك لا انا ما اقدرش استغنى عنك انا عايزك فهمت المعنى بس هي دي القصه كلها يعني انت اذا طلبت للمنتخب موجود
مفيش اي مشكله زي ما قلت لك قبل كده. قول لي انا كنت قول لي قول لي قول لي انا موجود انا عايز اخد التصريح ده. قول لي انا موجود تحت امر المنتخب. تحت امر المنتخب زي ما قلت لك في اي مركز اللي انت عارفه. دي نقطة مهمة جدا. إذا عصام الحضري يعلن عودته مرة أخرى للعب الدولي ووضع نفسه تحت أمر منتخبنا الوطني، تحدي جديد وتحدي قوي، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك فيه مع النجوم، تتفق على اللي أنت شايفه من وجهة نظرك يضمن لك مستقبل كويس أو يضمن لك مسيرة طيبة مع النجوم، وكمان يستفيد بيك ويستفيد خبرات كبيرة جدا الحقيقة مع النجوم. الكابتن عصام الحضري من وجهة نظره شايف بطولة الأمم الإفريقية اللي هتتلعب على أرض مصر بتاعتنا لازم نحارب عليها، ولا هيبقى فيه صعوبة بالنسبة لنا؟ لا صحيح. أكيد يعني بص يا هيما عشان بس نتكلم والناس بس، البطولة صعبة للغاية عشان تبقى تعرف، السنة دي 24 منتخب ومحتاجة يعني مش بس لعيبة الكورة، ده محتاجة كل الناس تتكافأ يد واحدة، كل المسؤولين، كل المدربين، كل اللعيبة، كل المنظومة عشان تقدر تاخد كاس افريقيا في ملعبك، محتاج حاجات كتيرة فاهم، محتاجة ان احنا كلنا نبقى يد واحدة، محتاجة الاختيارات، محتاجة ان المنتخب لو محتاج اللاعب ده يبقى لازم تاخده، محتاجة لو في مشكلة بين حد ومصلحة مصر فوق يبقى مصلحة مصر فوق اي حد عشان تبقى انت عارف. ان كان في مسؤولين، ان كان في مدربين، ان كان في لعيبه، دي محتاجه زي ما قلت لك ان اهم حاجه ان احنا نبقى حاطين هدفنا من اول بطوله كاس امم منتخب مصر، من اول من دلوقتي نحط في دماغنا ان احنا هناخد كاس امم مصر ان شاء الله، كاس امم افريقيا ان شاء الله، ان شاء الله مصر هتاخد كاس افريقيا، لازم نحط الهدف ده قدامنا. لو في كورنر بترفع، الكورنر ده جول هو اللي هناخد بيه كاس افريقيا، ده اللي مطلوب ان احنا التفكير اللي كل اللعيبه وكل المنظومه اللي موجوده نفكر مصر تبقى هي بطلة كاس افريقيا ان شاء الله، ان شاء الله 2019 ان شاء الله باذن الله. ربنا يكتب لك الخير كله، وان شاء الله باذن الله مسيره موفقه مع النجوم، ونشوفك متالق تاني بقميص منتخبنا الوطني بمشيئه الله. بشكرك شكرا جزيلا يا نجم النجوم. شكرك شكرا جزيلا كابتن عصام الحضري، واللي خصنا بتصريحات مهمة جدا يعلن عودته مرة أخرى للعب الدولي. الراجل قالك أنا موجود تحت أمر الجهاز الفني لمنتخب مصر. ودوها بقى عنوان يا شباب عندكم قدامكم كده على الاستراب، عصام الحضري يعلن عودته من الاعتزال الدولي ورغبته في التواجد مع منتخب مصر، طبعا إذا ده لقى قبول من الجهاز الفني طبعا لمنتخبنا الوطني وكابتن احمد ناجي، وفقا لاختياراتهم، وفقا لرؤيتهم الفنيه، وفقا لاحتياجات المنتخب ان شاء الله باذن الله. بنتمنى الخير والتوفيق للناس كلها. هرجع تاني وانا لسه بتكلم على بورسعيد، لسه عندي اخبار ولسه عندي تفاصيل ولسه عندي تقارير، وعايز اتكلم كمان في بطوله الامم الافريقيه اللي كان كلام اتقال انها تلعب يوم 14 وبعدين اتاجلت ليوم 21. الفتره ديت الاسبوع ده هنقدر نستفيد منه ازاي؟ عندنا مداخله برضو مهمه نقدر نفهم منها. تعالوا نشوف لقاءات مع باقي اعضاء الجهاز الفني لنادي المصري، كابتن حمد ابراهيم وكابتن عمرو موسى، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم مره تانية. اشمعنى النادي المصري؟ يعني انتوا يعني عروض كتيره رغم موقف النادي المصري الصعب والظروف الصعبه اخترتوا النادي المصري؟ يعني بنتكلم جماهيريه النادي المصري دي رقم واحد، تاني حاجه ده النادي اللي احنا موجودين فيه، لعبنا فيه فترات طويله وليه دين عندنا في رقبتنا، والجمهور بتاعه ياما اشتغل معانا وياما شجعنا بشكل محترم، وده اللي من الاساس. لكن انت بتتكلم على قاعده جماهيريه كبيره جدا، اسم النادي المصري اسم كبير جدا، واحنا بالنسبه لنا كانت خطوه مهمه ان احنا نشتغل برضو مع نادي جماهيري بتكمل للانديه الجماهيريه اللي احنا اشتغلنا فيها من اول نادي الزمالك. وعايز اقول لك على حاجه بس الناس مش عارفاها، نادي المقاصه نادي جماهيري كبير جدا والناس مش عارفه، لكن احنا من نادي الزمالك ونادي اهل ليبي طرابلس نادي جماهيري كبير جدا، وبعدين جمهور متحمس جدا زيه زي جمهور النادي المصري، فدي كانت خطوه تكمله للي احنا بنشتغله.
فكانت مهمة لينا هنا جدا. ما أنا قلت لك مع اسم النادي المصري، مع أن احنا معنا مجلس إدارة بصراحة كان عنده رغبة كبيرة جدا أن احنا نبقى موجودين، والناس بفعلا من يوم ما احنا موجودين وهم بيحققوا لنا كل المطالب، بنتكلم معهم بشكل مريح جدا، هم يعني عايزين يعملوا أي حاجة كويسة للنادي المصري. المنافسة صعبة جدا طبعا، أنت شايف السنة دي يمكن دي أول سنة تحصل من فترات طويلة أن حتى الفرق اللي تحت ما فيش فرق كبير، مباراة واحدة بتطلعك خمس ست مراكز، مباراة تنزلك خمس ست مراكز مع الناس حتى اللي فوق. طبعا بنتكلم في نادي الزمالك، النادي الاهلي بيحاول يلحقه مع نادي بيراميدز، مع نادي المقصه. ان شاء الله باذن الله، يعني باذن الله المراحل الجايه طبعا نتكلم ان النادي المصري يبقى في الحته ديت، ودي الحاجه اللي تهمنا ان شاء الله باذن الله. الحمد لله، بحب ابارك لجمهور بورسعيد والجهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره على الفوز اللي حققناه ماتش المقاولين، ماتش كنا محتاجين الثلاثه بونت بفارغ الصبر. اجتهدنا واللعيبه اجتهدت جدا جدا، واللي بره كان بيدعي وكل الناس، ده كله عشان جمهور بورسعيد، واحنا كلاعبين والجهاز الفني يفرح، تكون نقطه تحول لينا في الدوري من ماتش بيراميدز، وانت عارف النقطة التحول دي حصلت. الحمد لله احنا يعني كل اللعيبة يعني بتوعد جمهور بورسعيد، بتوعد الجهاز الفني، وتوعد من مجلس الإدارة ان هم ان شاء الله هيرجعوا مكانة النادي المصري ان شاء الله لمكانه الأساسي في المربع الذهبي ان شاء الله. مباراة بتروجيت، احنا عارفين بتروجيت فريق محترم، فريق يعني التوفيق مش ملاحقه يعني في المركز الأخير. لا احنا عارفين كل النقط، كابتن إيهاب قال لنا بصراحة جهاز فني على أعلى مستوى، يعني كابتن إيهاب جلال وكابتن حمد، كابتن سيف، كابتن ياسر عزت، كابتن مصطفى كمال، يعني جهاز فني بصراحة على أعلى مستوى. أنت شايف الفريق بتطور واحدة واحدة، يعني إن شاء الله إن شاء الله نوعد جمهور بورسعيد إن ماتش بتروجيت ناخده برضه على نفس المنطق، يعني نفس النقطة إن إحنا يعني بنتكلم على التلاتة بونت المكسب. أنت عارف إن إحنا لو كسبنا الماتش بتاع المقاولين ده شوف ودانا فين، إن شاء الله نكسب ماتش بتروجيت إن شاء الله. إحنا عارفين الفريق محترم، إحنا برضه إحنا النادي المصري نادي كبير جدا وراه جمهور كبير جدا، إن شاء الله نوعدهم ان احنا نكسب ان شاء الله ماتش بتروجيت عشان ننافس نرجع لمكاننا الطبيعي يعني ان شاء الله. طيب رجعنا لكم مره تانية، ومعايا على التليفون الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات الرئيسيه بالاتحاد المصري لكره القدم. بيتهيالي هو اسعد واحد دلوقتي في الاتحاد بعد ما تم تاجيل بطوله الامم الافريقيه من يوم 14 ليوم 21. كل واحد هيبص لها من وجهه نظره ما عدا الحاج عامر حسين، هيبص لها على انه في اسبوع، الاسبوع ده ازاي نستفيد منه في الدوري وفي المسابقات المحليه. يا حاج عامر مساء الفل. رؤيه حضرتك اكيد هتبقى مختلفه تماما، احنا كل واحد فينا هيبص طب شهر رمضان طب نعمل ايه، الا انت حضرتك هتبقى بصيت لها الاسبوع ده ازاي استغله في البطوله المحليه او في البطولات المحليه. لا الموضوع ده ضرر ليا مش فايده ليا. ضرر مش فايده؟ طبعا. ازاي بقى؟ لان في حاله وصول ان شاء الله الناديين الزمالك والاهلي للنهائي. ايوه. هيبقى عندهم مباريات يوم 1 ويوم 2/6 النهائي. 1 و 2/6. فبالتالي مش هنستفيد، هنخش على المعسكر بعد كده على طول. يعني حتى كمان الاسبوع ده. حاجه بس بقى كده يبقى هنأخر بقى الدوري شويه كمان بالاسبوع ده. لا واحده واحده بقى كده عشان ايه؟ انت عارف حضرتك انا في الحساب ضعيف، واحده واحده. دلوقتي احنا المفروض انه بدل ما نبتدي يوم 14 ابتدينا يوم 21، فبقى عندنا اسبوع دلوقتي نقدر نستغله. حضرتك بتقول لي لا ما بقاش مفيد بالنسبه لي، ده العكس مضر. بالراحه بقى وفهمني بالراحه واحده واحده عليا. المنتخب هيتجمع قبلها 15 يوم. ماشي. هيبقى يوم كام؟ يوم كام؟ هيبقى يوم 5. ماشي. فلو لعب وصل النهائي الزمالك والاهلي في بطوله افريقيا. كويس. مش هقدر العب ولا بعدها ثلاث ايام ولا قبل التجمع. فبالتالي انا ما استفدتش حاجه، كل اللي استفدته ان العوده هتبقى متاخره بتاعت الدوري. طب هو ده ما كانش محسوب حسابه من الاول لما كانت البطوله اتقال ان هي هتتلعب يوم 14؟ ما هي لو كانت هتتلعب 14 فانت كده حضرتك كنت هتبتدي على الاقل مع نهايه الشهر اللي قبليها. اللي هو هي ما كان برضه هيلعبوا النهائي بعدين يروحوا معسكر المنتخب
بس كده كانوا هيلعبوا النهائي حاجه بتقول لي النهائي يوم واحد. يوم. طيب يوم واحد ويوم اتنين يعني كده كان هيبقى جوه المعسكر صح كده اللعيبه هتسيب يعني مش هتروح معسكر منتخب مصر تروح متاخره. لا ما هي الاجنده خلاص ما هي 15 هيلعبوا يوم واحد يطلعوا هناك ال 14 يوم بتوع الاجنده. اللي هيلعب النهائي هيخلص يروح على المعسكر. يبقى كده راحت مني ايام. اللي هي بعد العوده بدل ما كنا هنرجع يوم 14 مثلا الشهر اللي بعده. ترجع 21 الشهر اللي بعده. انت كمان حاجه بتتكلم قبل وبتتكلم بعد. بعد. عشان كده هيبقى بعد. عشان كده صوتك حزين، انا قلت اكيد هتبقى اسعد واحد في بسبب. لا لا العكس ده. العكس. طب هنعمل ايه؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه هتعمل ايه؟ ربنا يسهل بقى ان شاء الله. اكيد حساباتك اختلفت واكيد بتحسب بالورقه والقلم. ما اي حاجه المباريات اجلت حساباتك كلها تختلف، مباراه واحده. مباراه واحده. يعني انت شايف ان القرار بتاع ان البطوله تبتدي يوم 21 ده ما هواش في مصلحه البطوله المحليه، ممكن يبقى في مصلحه المنتخب ممكن يعني، لكن مش في مصلحه مصلحه المنتخب. وكابتن هاني عامل عشان مصلحه المنتخب هو الدول الاخرى في شمال افريقيا. احنا مش مصلحه البطوله لا. طيب يعني انت كده حضرتك بتقول لي انه اذا يوم اثنين خلص الاهلي والزمالك وصلوا لنهائي البطوله الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا ده اللي ان شاء الله باذن الله بنتمناه، يبقى انا بيبقى عندي من يوم 2 لحد يوم 21 دي الفتره اللي ممكن يتجمع فيها المنتخب، وبالتالي الفتره دي زادت بالنسبه لمستر اجيري وبالنسبه للجهاز الفني لمنتخب مصر ما زادتش على صعيد البطوله المحليه، اذا تصب بشكل مباشر في مصلحه المنتخب. مظبوط. طيب دي جزئيه، الجزئيه الثانيه بقى اللي حابب اسال فيها حضرتك ما يتعلق باستاد القاهره وعودته مره اخرى للعمل وعودته مره اخرى للتواجد فيه او تحديدا بطوله السوبر المصري. هل ده وارد انه يتلعب على استاد القاهره قبل بطوله الامم الافريقيه؟ كنت تابعت كده انه في مقترح انه السوبر يتلعب بجمهور بين الاهلي وبين الزمالك، هل ده وارد ولا صعب؟ لا صعب يا فندم، الناس بتحلم كتير انما الامور مش سهله، احنا بقالي يومين عمال اتصالات مع الكابتن هاني والكابتن ثروت عشان الامن كان رافض مباراه الاسماعيلي بكره والاتحاد انها تطلع في الاسماعيليه. وكان رفض مباراه المصري وبتروجيت ونقلناها النهارده لاستاد الجيش بالسويس. فالامور مش ورديه زي ما الناس بتحلم كده يعني. احنا لسه يوم بيوم ورا المباراه. مش عايز اقول لحضرتك بقى حاج عامر بقى وانا بادئ الحلقه انا بادئ الحلقه مالي صدري هوا وقريت وعرفت وتابعت وانا مبسوط واتمنى ويبقى عندنا وماتش واهلي وزمالك ومنتخب ولو الاتحاد بيفكر بالشكل ده طب احنا لازم ندي مؤشرات ايجابيه للامن، كل ده ما فيش، كل ده ما نفكرش فيه، صعب. انا بقول لحضرتك بقى لنا يومين عشان مباراه الاسماعيلي بتتلعب بكره والاتحاد. وانا طبعا بلغت الامن والامن مشكور انا وافق، قلت له نادي الاتحاد في الاسماعيليه انا ما اقدرش انقل المباراه قبلها بيوم. اللي قدرنا نعمله ان احنا نبعت مباراه المصري بس والبتروجيت في استاد الجيش بالسويس وبعدين تطلع ناس بعض الناس يعني الا كان ودوا مباراه المصري السويس اللي هي ملعب بتروجيت. ملعب بتروجيت في الاستاد السويسي اللي هو في الوزاره ده نمره واحد. وبعدين ما يفكروش ان الاسبوع اللي فات مباراه البتروجيت والاسماعيلي اتلعبت في جهاز الرياضه ومحدش اخد باله. ما اتلعبتش في السويس زي ما البتروجيت بيلعب ماتشاته في السويس. برضه يعني كلها لازم الانديه كلها تعرف وجماهيرها تعرف ان احنا ما لناش خيارات ولا احنا بننقل ولا احنا بنضايق نادي ولا بنيجي مع نادي. احنا بنحاول نعمل التباديل بس الامن يرفض هنا بنوديه هنا. يعني البتروجيت لما يكون ماتش مع الاسماعيلي وملعبه في السويس كله بدوري ويتلعب في جهاز الرياضه بعض الناس في بورسعيد ما خدتش بالها، اللي ما خدت بالها بس لما نقلت المصري وبتروجيت السويس ان هو هيلعبوا في الاستاد بتاع بتروجيت وده مش استاد بتروجيت، بتروجيت بيلعب في الملعب اللي هو تابع للوزاره. ايوه مش استاد الجيش بالسويس. مش استاد الجيش صحيح. فانت ما عمال تحل وتقعد يومين ما تنامش وتليفونات ويمين وشمال وتتحايل عشان المباراه تتلعب ويطلع واحد مرتاح قاعد في الكافيه ولا قاعد في بتاع او اعلامي ما بيدورش على الخبر الصحيح يقوم ناطر واحده كده تلاقي الناس كلها جره وراه. يعني نتمنى الناس بقى يعني احنا بقى لنا خلاص من 2011 الناس المفروض عايشه المشاكل دي كلها.
عايز تقول انه التحركات اللي ليها علاقه بالماتش بتروجيت الاخير وماتش المصري وماتشات الزمالك برضو والاهلي تحركات فيها كلها بتبقى في ايد الاجهزه الامنيه مش في ايد الاتحاد، يعني حاج قدر المستطاع تحاول بس توفق المواعيد وتبدل الملاعب. ونبدل الملاعب بس عشان نقدر نلعب في ميعادنا، ده اهم حاجه، لان اي تاجيل المباراه بتبقى صعبه جدا، الامور صعبه، احنا خلاص دخلنا مش عدينا الخط الاحمر، ده عندنا كل الخطوط. الامور صعبه جدا، كمان ما تبقاش حاجه في ايدينا، وما يبقاش الكلام ان احنا بنجري عشان نلحق شويه قبل امم افريقيا ان احنا نخلص بعض المباريات، والناس عايزه تكمل الدوري واحنا عايزين نكمل الدوري. عايزين طبعا، لازم الدوري يكمل. تيجي بعض الجماهير يعملوا لنا مشكله، يعني كام طوبه عملوا لنا مشكله في الاسماعيليه بدون سبب وبدون داعي. يعني ايه الهدف من اللي حصل دوت؟ سابقه اول يعني مره تحصل في مصر. اول مره تحصل، واصرار على ان الطوب ما يتوقفش. والمباراه فاضل لها اربع خمس دقائق. ومدير الامن يروح لهم. والحقيقه مدير الامن هناك متعاون، كان مع جمهور الاسماعيلي كتير جدا جدا، وهو كان بيريحهم صحيح ودخلهم الملعب تاني، بيفتح اكتر كان من العدد الجمهور المسموح به. انما طبعا بعض القله اللي عملوا الكلام دوت يعني ضروا النادي بتاعهم واتشال من البطوله، والامن مش عايز يلعبهم في الاسماعيليه. يعني والنادي المصري برضو بالتالي ما دام مش هيقدر يلعب الاسماعيلي مش هيلعب المصري. فكل الامور، شوف حضرتك كم واحد عملوا مشكله احنا نقعد بقى نحل فيها. صحيح. ونتحايل وعشان خاطرنا. والناس الاسماعيليه، والناس ما ينفعش ترجع من الاسماعيليه. يعني كل الامور ديت، ويطلع بعض الناس كده اللي هي بتنام بدري ويصحى رايق كده ويقعد على الكافيه يقول لك في انجلترا بيعملوا ايه وفي اسبانيا بيعملوا ايه، وشوف ده هم دولت مضطهدين النادي الفلاني. حضرتك تقصد مين؟ قول لي واقعه معينه، بلاش تقول لي اسم الشخص. انا بتكلم على الواقعه، يعني حد بيتكلم على الواقعه. لا هم اشخاص كتير هم عارفين نفسهم الحقيقه، يعني ايه بقى؟ اشخاص كتير عارفين نفسهم، يعني اللي هم يعني ايه الواقعه اللي هو بيستند اليها يعني فبيتكلم فيها كده؟ ايه الواقعه؟ بيقول ايه يعني؟ انا بقول لحضرتك واقعه زي بتاعه النادي الاهلي والاسماعيلي، يقول لك الاهلي لاعب الاسماعيلي في القاهره مش هيروح ليه لاعب الاسماعيلي في الاسماعيليه. طب مين قال لك ان الاهلي مش هيروح الاسماعيلي في الاسماعيليه؟ احنا لسه ما حطيناش المباراه الثانيه. يعني توقع حاجه، احنا كل سنه ما حصلتش بنلعب المباراتين يا برج العرب يا اما الاسماعيلي، يقول لك لا انا عايز العب في القاهره، هو اللي كان بيختار. ما اروحش برج العرب بس اروح القاهره اقرب لي. على حسب ظروف الاسماعيلي كان في الجدول، بقى لنا 6 سنين 7 سنين مباريات الاهلي والاسماعيلي كده، لان الامن الاسماعيلي رافض ان الاهلي كان يروح. فبالتالي كنت بطلع الماتشين بره، رغم ان الاهلي مش هو السبب، ان الاسماعيلي بيروح القاهره لكل الانديه. والزمالك بيلعب الاسماعيلي في ملعبه، وبيلعب بيروح يلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه بالتالي. فانا بنقل المباراتين عشان احقق بقدر الامكان تكافؤ الفرص بين الناديين، بين الاهلي والاسماعيلي. يطلع يقول لك الاهلي لعب في القاهره، هيروح بقى مش هيلعب الماتش الثاني في الاسماعيليه. انت مين اللي قال لك؟ ليه تعمل بلبلة مشكلة بدون مشكلة؟ طيب احنا نتمنى الناس تهدى بس ابراهيم بيها عشان الامور تمشي، والناس ما تحسش او ما تعملش ان هي واخده بالها في الظروف اللي احنا بنشتغل فيها. الناس بتتكلم على ان هم مش عايشين معانا، يعني انه لو واحد جاي من بره البلد مش هنقدر الكلام دوت. الجمهور نقدره على ان هي المعلومه بتروح له غلط، ممكن تروح له غلط. لما ده واحد بيشتغل في الاعلام لازم يسال ويتاكد قبل ما يطلع الكلمه. بس ده كل اللي عايز اقوله يعني. ربنا يا رب يكرم ويوفق، وانت حضرتك شخص محترم ويعني بتبذل مجهود كبير جدا جدا، واحنا كلنا عارفين ده الحقيقه. وبتمنى ان شاء الله باذن الله الامور. والله ده انا كنت مبسوط وحياة ربنا، والله كنت مبسوط قوي، وقلت الاسبوع ده هيفرق مع الحاج عامر حسين، بس حتى كمان حساباتي طلعت في الموضوع ده. لا الامور مش سهله الدرجه دي، مش سهل. وبرضه بناشد برضه امن اسماعيليه وامن السويس، كل مديرين الامن اللي معلش يتحملونا اكتر ما تحملونا الفتره اللي فاتت. بس الامور صعبه ان احنا نعمل اي تاجيلات او ترحيلات، خاصه ان النادي الاسماعيلي في موقف مش كويس ان هو يلعب بره الاسماعيليه. فنتمنى ان شاء الله يعني ان الامور يعني نلعب من غير جمهور، يعني عايزين نعاقب الجمهور نلعب من غير جمهور، بس ما فيش يعني فرقه بره. صحيح.
حاج عامر بشكو حياك شكرا جزيلا، مساءك زي الفل. حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات الرئاسيه بالاتحاد المصري لكره القدم، كلام مهم جدا. تعالوا نشوف مع حضراتكم ماذا قال الكابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، ومعاه الهاني سليمان ومعاه توني سيلفا لاعب الاتحاد، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. عندي خبرين ثلاثه كمان قبل ما اروح وتشوفوا الفقره الحواريه عندنا، وكلام مهم جدا مع الكابتن طارق يحيى. اتفضل. مفيش شك احنا جينا في ظروف صعبه جدا، واصعب شيء على اي مدير فني انه يتولى مسؤوليه في منتصف موسم، ما بيبقاش عامل فتره اعداد، ما بيبقاش اختار العناصر اللي هو مقتنع بيها على الاقل طبقا لوجهه نظره. الحقيقه احنا اشتغلنا بقوه، لكن لما حسيت ان مردود هذا الشغل وهذا العمل اللي احنا بنقوم بيه مش على المستوى اللي انا ارضى بيه اولا، ونفسي انا بالذات لان انا بحاسب نفسي قبل ما احاسب اي حد، ولا يرضي الجماهير ولا يرضي مجلس الاداره، فقررت الانسحاب. طبعا كان موقف مشرف من اداره نادي الاتحاد واستاذ محمد مصلحي، محتاجين دعم بشكل كويس. كان شغلنا كله سري، لكن احنا اخترنا قائمه ندعم بها نادي الاتحاد، وتكون تدعيمات قوية وتدعيمات بلعيبة مميزة من خلال الدوري أو الأجانب. أستاذ محمد مصلحي له الدور الأكبر في إنهاء كل هذه الصفقات. اختيار لم يكن اختيار فردي. أنا لما كان يجي الفيديو، أنا طبعا بالنسبة للمصريين كلنا متفقين عليهم وعارفينهم، لكن الأجانب لما كان يجي لنا ترشيحات، كان كل واحد في الجهاز بيبقى عنده هذه الترشيحات في التو واللحظة. الحمد لله احنا كنا حريصين تماما ان احنا نعمل افضل شيء لنادي الاتحاد. احنا كان هدفنا من الاساس ان ما كناش نجيب اللاعبين الافارقة افضل من الموجودين بكتير، يبقى ما فيش داعي ان احنا نجيبهم. حقيقة توني سيلفا وتشوكا يعني صفقتين من العيار الثقيل جدا. So far this is my second training. I started yesterday and today my second training. So far everything is good and the boys I see that they working, they really wanted to show that they want to achieve something. So far everything is good, the attitude, the training, so far everything is perfect, everything is good so far. And you want to be in a good position in the table? Yeah, obviously, of course. طبعا هو بيقول لك هو بيتمرن كويس، ويعني اللعيبه الموجوده كويسه وبيتمرنوا بطريقه كويسه، اجواء كويسه وكل حاجه، وهو يعني عايز ان الاتحاد يبقى في مركز كويس في جدول الدوري. بيونس I don't have any information from anybody from Egyptian strikers, but I play with you listen before yes but I play with before I listen because I have an offer from Jamalek last season before I signed down. بصراحه هو ما يعرفش يعني اسامي، انما هو يعرف مثلا فريق زي الزمالك، عشان هو لما كان في سان داونز يمكن السنه اللي فاتت جاله عرض من نادي الزمالك، فهو يعني يسمع ممكن عن الانديه اهلي زمالك، لكن ما يعرفش بالظبط اللعيبه وخاصه اللي بيلعبوا في المركز بتاعه. بتمنى من ربنا ان شاء الله التوفيق، وان احنا الدور الثاني نأدي بشكل كويس ونعمل نتائج كويسه ترضي الناس وترضي الجماهير. الدور علينا بقى، الدور على اللعيبه، ان احنا ان شاء الله في الماتشات الدور الثاني داخلين كل ماتش باذن الله ان شاء الله من موت نفسينا ان احنا نعمل نتيجه كويسه، لان النتائج الفتره الجايه لازم تكون ايجابيه باللعيبه والجهاز اللي موجود ده. اسماء محترمه، لعيبه محترمه، جهاز محترم، فلازم الفتره اللي جايه ان احنا نبقى خلاص بنلعب كل ماتش، ان احنا ان شاء الله باذن الله نلعب على 3 بوينت. مفيش جون في العالم ما بيغلطش، يعني مفيش حد في العالم ما بيغلطش، احسن جون في العالم بيغلط. ما تبقاش قاصد ان انت تغلط، او ما بتبقاش حاطط في دماغك ان انت نازل الماتش في استهتار او حاجه. معايا مدرب محترم جدا الكابتن ايمن طاهر، من يعتبر من المدربين المحترمين جدا اللي موجودين في مصر.
طيب قبل ما اروح لفقرتنا العالميه عندي خبرين مهمين عايز اتكلم فيهم. الخبر الاولاني يخص رمضان صبحي اللي بيعود لمنتخب مصر في معسكر النيجر. استقر بشكل كبير جدا الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني على عوده رمضان عشان يكون من ضمن الركائز الاساسيه اللي موجوده مع الفريق، وكان موجود وقت كوبر والفتره اللي فاتت ما انضمش لان هو ما كانش بيشارك بديهي جدا في فرقته في انجلترا، دلوقتي بقى موجود مع النادي الاهلي فاقترب بشكل كبير جدا او تقدر تقول انه بقى موجود خلاص مع منتخب مصر. خليك معايا. لجنة القيم بتمنع رئيس نادي الزرقاء من دخول الملاعب 4 مباريات. لجنة القيم بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت انها تمنع الحاج سمير موسى رئيس نادي الزرقاء من دخول الملعب. وبالمناسبة الحاج سمير موسى هو اقدم رئيس نادي على مر التاريخ، اكتر واحد شغل المنصب ده، واعتماد نتيجة المباراة بفوز فريق كوكاكولا على الزرقاء 2-0. ماشي ماشي. بص بقى انا لجنة القيم عشان الناس تبقى ايه مركزة معايا، لجنة القيم دي فيها قامات قضائية محترمة جدا. يعني مثلا خليني اقول لك انه يا سيدي موجود فيها مستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، ومعاه من السادة المستشارين كل من السيد وائل مصطفى رئيس الاستئناف، والسيد طارق النفراوي رئيس محكمة الجنايات، والسيد محمد أدري رئيس الاستئناف، والسيد محمود عبدين رئيس المحكمة. كل دي أسماء اللجنة. وبالتالي مع هذا الكم من القامات القضائية أنا بنتظر وبشكل واضح هو صريح عشان أنا ماليش في المواربة خالص، أنه أنا سمعت عن منع رئيس نادي الزرقاء من دخول الملعب 4 مباريات. بشد على أيديهم جدا، عايزين الانضباط بالشكل ده. سمعت عن إيقاف نائب رئيس نادي الترسانة عشان هاجم التحكيم، فبشد على أيديهم كده. عايز بقى اشوف دورهم في الدوري الممتاز. عايزين قوتكم نحس بيها كلجنة قيم تتعامل مع كل عناصر اللعبة جوه الدوري الممتاز. احنا محتاجينكم لسبب بسيط. المجلس الأعلى للإعلام بيقوم دلوقتي بدور هو الأفضل على مدار التاريخ في كل ما يتعلق بالإعلام الرياضي، عشان اجيب لكم من الآخر يعني. احنا الاعلام الرياضي كان محتاج حالة من حالات الانضباط وده حصل. تخرج برا الاطار تتوقف. الاول يحصل انذار. ومفيش مانع يتم انذارك مرة تانية. تخرج برا الاطار غرامة وايقاف صغير. اكبر من كده غرامة اكبر. حضرتك بقى اعلامي، حضرتك مسؤول، حضرتك اللي حضرتك، مفيش حد اكبر من القانون. تعظيم سلام. هو ده. احنا مش عايزين حاجة تانية غير كده. اللي ماشي صح اللي ماشي صح بيخافش حاجة، اللي ماشي منضبط ما بيقلقش من حاجة، عارف إطاري كويس، بعيد عن السب والقصف، وأنا عارف كويس إن أنا داخل جوه كل البيوت مسؤول لعيب عضو مجلس إدارة إعلامي. أنت مش أكبر من حد، اللي واقف قدامكم مش أكبر من حد، اللي بيطلع في التليفون مش أكبر من حد، اللي قدام الكاميرا بيعمل لقاء مش أكبر من حد. فالمجلس الأعلى للإعلام 10/10 تدخله في كل ما يتعلق بالإعلام الرياضي أقسم بالله كنا محتاجينه، عشان ما كانتش هتحصل حاجة تانية غير كده. فكرة نقعد ونعمل مبادرات ونقعد ونجمع بعضينا ونروح ونقعد ونشرب شاي ونشرب قهوة ونقول يا جماعة ومن فضلكم كله قدام الغيبوبة بقى في الغيبوبة. فزي ما بنشيد بدور المجلس الأعلى للإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، عايز أطلع من مكاني هنا أقول نفس الكلام ده على لجنة القيم في الاتحاد المصري لكرة القدم. بس ده المختصر المفيد. عايز زي ما اتطبقت على نائب رئيس نادي الترسانة ورئيس نادي الزرقاء مع كامل تقديري واحترامي طبعا لأماكنهم ولأسماء أنديتهم، بس عايز أشوف ده بيحصل لما أندية كبيرة في الدوري الممتاز بيحصل
اخطاء من عناصر اللعبه، عشان ده بيبقى اسمه ايه؟ الاختبار الصعب اللي بيقول انه مفيش حد اكبر من القانون. بس فاصل سريع قوي وبعدين نتكلم مع حضراتكم في الفقره العالميه، ما تقلقش ما تقلقش يا ابو العلا، ده الفاصل بتاعنا. خلاص انا حسيت بالقومه بتاعت الكرسي، شفت شفت ازاي؟ شفت انت كمان قمت؟ تقوم تروح فين؟ الفاصل اللي هو السريع بتاعنا ده. يلا والله يعني الاحساس بانه برشلونه بقى متصدر وبيعمل كل حاجه في الدنيا وبيكسب، لسه كسبان وواصل تصدره هو برشلونه للدوري الاسباني وبيفوز على جيرونا بثنائيه نظيفه، سيميدو في الدقيقه 9 وميسي في الدقيقه 69، خليك كده عادي يعني الواحد عادي، ايه الجديد يعني؟ رجعنا تاني ومتصدرين وعاملين احلى شغل يعني. برشلونه بعد المكسب ده لازال متربع، واحنا بنتكلم في الجوله 21 وسع الفرق. ايوه فرجنا كده على صور برشلونه عشان في ناس قلبها بيقف مع الصور اللي شبه كده. وسع الفارق ما بين اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني لخمس نقاط، وليونيل ميسي طبعا ايوه النجم اللي قدام حضراتكم ده حافظ على تصدره لقائمه هدافي المسابقه برصيد 19 هدف عين العدو، ووراه لويس سواريز اللي سجل 15 هدف. نروح بقى للخبر الثاني، والخبر الثاني اللي عندي علاقه بموراتا اللي بيجتاز الكشف الطبي في اتلتيكو مدريد تمهيدا لانضمامه على سبيل الاعاره لاعب تشيلسي الانجليزي، واللي كان ساري اتكلم عنه قال ان هو لو عايز يرحل يرحل مفيش مشكله. اتلتيكو مدريد اتفق مع تشيلسي على ضم موراتا لمده 18 شهر على سبيل الاعاره مع امكانيه شرائه في اي وقت مقابل 50 مليون يورو. طبعا انتقال موراتا لاتلتيكو مدريد توقف على ضم تشيلسي للدوري الارجنتيني اجواين، ولعب اول مباراه مع فريقه في كاس انجلترا. اخر خبر عندي انه بعد رفض عرض ارسنال جناح انتر ميلان بيطلب الرحيل بشكل رسمي. ماروتا المدير الرياضي لانتر ميلان قال انه ايفان بريزيتش طلب الرحيل عن النادي في فتره الانتقالات الشتويه. الراجل بيتكلم على اللعيب اللي صورته قدام حضراتكم بيقول بريزيتش طلب الرحيل ولكن لا يوجد عرض حتى الان لضمه، هنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. سكاي سبورتس كانت قالت الايطاليه طبعا قالت انه ارسنال عرض استعاره بريزيتش من انتر ميلان مقابل 4.4 من 10 مليون جنيه استرليني مع امكانيه الشراء مقابل 34 مليون جنيه استرليني. هتتخض ولا طلعك فاصل؟ ها تمام كده مرضي؟ ماشي نقول تاني، هنروح لفاصل اخير. بعد الفاصل ده حوار مهم جدا جدا مع الكابتن طارق يحيى نجم مصر ونجم نادي الزمالك، هتستمتعوا جدا بالحوار. استنوا الحته اللي فيها الكابتن طارق يحيى بيتكلم عن اسباب اصابات النادي الاهلي، شوفوا رؤيته في الموضوع ده وشوفوا رؤيته في حاجات كتيره جدا جدا. بشكركم شكرا جزيلا، هتابعوا الحوار ونشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في حلقه جديده من نمبر 1 الساعه 11. أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من نمبر 1، ولسه كلامنا معاكم مستمر، ولكن هذه المرة في حوار من الحوارات الممتعة.
هو بالنسبه لي واحد من شخصياته القريبه جدا جدا لقلبي، نجم كبير جدا جدا، نجم من نجوم نادي الزمالك، وحدث ولا حرج، واحد من اللي الناس فعلا كانت بتشير اليهم بالبنان زي ما بيتقال في الفتره التاريخيه لنادي الزمالك عندما كان لاعبا وهو مديرا فنيا محترما للغايه. بتكلم على كابتن طارق يحيى اللي مشرفني ومنورني النهارده. كابتن طارق مساء الفل. مساء العسل ابو خليل، اخبار معاك يا فندم؟ والله في نعمه الحمد لله. وحشني كتير قوي. والله انت وحشنا كتير، عندنا كلام كتير. النيويورك الجميل ده بينا زي بعض. انا فوجئت لقيت مين مين ده بس يعني اللوك جميل. تغيير حبيبي كابتن طارق، عندك كلام كتير انت جدا. انت اللي منور حبيبي، ربنا يخليك يا رب. كابتن طارق عندك كلام كتير جدا النهارده مع كابتن طارق يحيى، بس خلونا كالعاده نبتدي مع حضراتكم بهذا التقرير. واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ القلعة البيضاء وأحد أهم المدربين في الدوري المصري خلال السنوات الماضية، نجح في أن يضع نفسه في مصاف الكبار من مدربي الكرة المصرية، إلا أنه في الوقت ذاته ما زال يشكل علامة استفهام كبيرة كونه بعيدا عن ترشيحات تدريب المنتخبات الوطنية أو حتى تولي مهمة الرجل الأول في ناديه الزمالك. طارق يحيى إيدر الكرة المصرية وصاحب القدم اليسرى القوية وأحد أبرز نجوم الزمالك في الثمانينيات، بدأ لعب الكرة في سن متأخرة عندما كان يبلغ 19 عاما وقت انضمامه لنادي زمالك قلين، ولم يمضي عاما واحدا حتى لعب الزمالك أمام زمالك قلين في كفر الشيخ، واستغل طارق الفرصة وسجل هدفين في مرمى الزمالك، وتم الانتقال سريعا ووقع على كشوف الناشئين تحت إشراف أحمد مصطفى الذي رشحه فيما بعد للمدرب الإنجليزي مايكل إيفرت، وكان مديرا فنيا للزمالك وقتها. حقق يحيى مع الزمالك بطولات كبيرة، حيث توج ببطولة الدوري أعوام 84 و88 و92 وكأس أفريقيا عام 84 و86، وسجل هدف الفوز في مرمى الاتحاد في نهائي كأس مصر عام 88، وفي نفس العام فاز الزمالك بالبطولة الأفرو أسيوية. وبعد اعتزاله اتجه يحيى للتدريب وخاض مسيرة طويلة، حيث عمل كمدرب مساعد في القناة عام 99، ومن بعده مدربا مساعدا في الشرقية والزمالك قبل أن يبدأ مهمة الرجل الأول في نابارو وطنطا. ومنه انطلق نجم التدريب طارق يحيى الذي يعد مؤسس نهضة مصر للمقاصة، ومن قبله الإنتاج الحربي بعد أن حقق معهم نتائج لافتة وجعلهم من الأرقام الصعبة في معادلة الدوري المصري، إلا أن التجارب الأخيرة حملت العديد من علامات الاستفهام، حيث بدأ الموسم مع بتروجيت قبل أن يرحل ويتجه إلى سموحة، إلا أنه لم يستمر طويلا ورحل مرة أخرى بعد 7 مباريات فقط. تجاربه التدريبية ولماذا ترك بتروجيت وسموحة، رؤيته لشكل المنافسة في الدوري، ماذا قدم بيراميدز للكرة المصرية، وهل ينجح الزمالك في تحقيق لقب الدوري؟ تقييمه للمنتخب قبل أمم أفريقيا، وأين هو من تدريب المنتخبات الوطنية؟ كل هذا يتحدث عنه طارق يحيى في نمبر ون مع إبراهيم فايق. تاريخ طويل يا كابتن طارق، ما شاء الله حاجه محترمه. الله يخليك، الحمد لله. انا عايز اقف عند العنوان، هل فعلا تخلى التوفيق عن الكابتن طارق يحيى في فتره الاخيره؟ هو انا من غير انت ما دوك كنت انا هقول لك العنوان. انا طبعا التقرير بشكر الاخوه اللي في الاعداد واسره التحرير طبعا على المقدمه الجميله دي، احمد درويش واسلام صادق طبعا وكل الناس اللي شغالين معاك في فريق الاعداد. لكن هو العنوان يعني اصل التوفيق ما بتخلاش عن حد. انت مدرب ليك دور.
وهناك دور الإدارة وهناك دور للعيبة. كل ده مثلث، أنت أحد أضلاعه، أوكي؟ لما في ضلع فيهم مش كويس، أيوه، بالتالي أنت اللي بتشيل الليلة كمدرب، لأن المدرب أضعف ضلع فيه الثلاث أضلاع. أنت مش هتمشي لعيبة، مش هتمشي إدارة، أنت هتمشي مين؟ المدرب. المدرب. فاهمني؟ أنت اشتغلت السنة دي واكتسبت احترام كل النقاد وكل المحللين في كل القنوات الرياضية. بتكلم على بتروجيت. أيوه. قدمنا أحلى كورة. صحيح. عندي هداف الدوري. عندي أحسن فرقة بتلعب كورة. عندي أحسن لعيبة في الدوري. ده مش كلامي. أنا بنقل لك كلام المحللين والنقاد والناس اللي كانت بتتكلم على فريق بتروجيت. ولكن اللعيبة بتوصل لي الجول بتضيع. دي مش شغلتي. شغلتي إن أنا أوجد فرص، إن أنا أعمل جمل تكتيكية توصلني للمرمى. عملت كل هذا الكلام ونجحنا بنجاح مش عايز أقولك منقطع النظير، لدرجة إن ماتش الزمالك أول مباراة ليا في الدوري أنا مضيع 4-5 تجوان. وعمرها ما بتحصل إن الفرقة توصل لمرمى الزمالك 4 انفرادات. بقول لك بيكي رقص جنش. أيوه. يعني بيكي رقص جنش وحطها في القايم. ده غير بقى الفرص العديدة اللي ضاعت بعد كده. صحيح. هنيجي للنقطة التانية المهمة يا إبراهيم، وهي إعداد تيم. إعداد التيم ده بيبقى فيه برضو مثلث، عين بتختار. صحيح. أوكي. وفي اداره بتوفر الجانب المادي. ماشي. وفي ناس بتخلص. صح. اللعيبه دي. صح. انا الاداره حطت بادجت قدامي ان احنا مش عايزين نصرف اكتر من كذا. اوكي. طبعا انا اتكلمت معاهم في الكلام ده قبل بقى موضوع بيراميدز ده ما يظهر خالص على الساحه. ده الكلام ده احنا كنا بادئينه في مش عايز اقول لك في الصيف. كويس. بدانا نشوف لعيبه في حدود البادجت المتاح، وهم قالوا لي كده، يعني اتقال لي في الاداره كده، وانا قلت لهم يا جماعه مش هينفع الكلام. قال لك البادجت ده ما ياكلش عيش. مش ما ياكلش عيش، مش هتجيب لعيبه سوبر. مش هتجيب لعيبه تحقق لك طموحاتك كنادي بتروجيتك تنافس في مربع الذهبي. هم طموحاتهم هو يعني هم طموحاتهم مربع ذهبي. ليه لا؟ ما هو بتروجيت قبل كده كانت ماشي. انا بس بعرف بفهم هم عايزين ايه. كانوا هم عايزين. قلت لهم الكلام ده مش هيحقق طموحاتكم اللي احنا بنصبوا اليها. احنا بالتالي بنتكلم في قعاد في دوري ما على بلاطة. حتى وانا اول دوري في الاسبوع الخامس انا طلعت في التلفزيون، ناس كتير جدا استغربت. انا كنت اول دوري. خلي بالك يعني كنت 7 بونت. أيوة. بعد الماتش الرابع. الرابع عفوا مش الخامس، الرابع. كنت 7 بونت وقلت لهم ان احنا عايزين نقعد في الدوري. ليه؟ لان اللعيبه اللي جات يا ابراهيم لعيبه قليله الخبره، لعيبه كويسه، لعيبه منتقاه بشكل محترم، ولكنها كلها او معظمها من السكند ديفيجن الدرجه الثانيه، ولعيبه اول مره تلعب كره، اول مره هتلعب دوري، فهتاخد من وقت. فتره طويله هتاخد وقت. هتاخد وقت. والنقطه الثانيه، انا اقول لك على حاجه، انا ما اشتريتش اي ترانسفير لعيب غير 2 لعيبه بس بمليون جنيه. مليون جنيه بس. السباعي ورضا الباك اليمين، والباقي كله واخده فري. كله فري. محمد فيرا اختبارات انا اللي منقيه. اختبارات؟ جالي اختبار. والله للفريق الاول. والله جالي اختبار. كوري جالي اختبار. نقينا زولا نادي الشمس. فاهمني؟ جبنا زولا من نادي الشمس. جبنا لالا فري. جبنا احمد رؤوف فري. جبنا عبد الرسول فري. جبنا احمد صبحي فري. جبنا القاضي فري. فاهمني؟ بكلمك بجد. العجوز موجود معانا. حميد ماو فري. منتخب تنزانيا فري. ترانسفير فري. فاهم؟ كل اللعيبه دي يا كابتن عملنا. انت ايه كانت ميزانيتك؟ 3 جنيه ونص. انا كانت ميزانيتي اقصى حاجه 800,000 جنيه للعيب. 800,000 جنيه اقصى حاجه. يعني تصمد انت ازاي وسط لدرجه ان انا مثلا يعني انت مشي من عندك دبش. دبش ده كابتن التيم. ماشي. القصه كلها هو كان عايز مليون وشويه. قالوا لي ما عندناش يا جماعه. الراجل ده كابتن تيم قال لك ما عندناش. وحاولنا معاه. حماده انور قعد معاه مع دبش اكتر من 17 مره. وانا قعدت معاه 20 مره. الولد مصمم على مبلغ وهم مصممين على مبلغ. وقف عند مبلغ معين. ما اتفقوش. الولد مشي فري. ماشي.
جينا في نتكلم في بعض اللعيبه اللي مشت زي طه عادل نفس الكلام. طه عقده 900 تقريبا كان السنه اللي فاتت وعايز يبقى مليون وشويه، هم قالوا له لا احنا عندنا بادجت كذا، ما الولد ما رضيش، راح مقاصه خدوا فيه مش عارف 500,000 ولا 600,000 تقريبا من المقاصه. ما انت بتتكلم في بادجت محطوط لك، انت بتتحرك في البادجت ده، فانت انت عمال بتخسر لعيبه بالظبط اللي موجوده من القوام الاساسي، وكمان ما انت يعني ايدك مقيده في انك تعرف تجيب بالظبط لعيبه ثانيه يعني بالزبط. قويه او على الاقل موجوده بالظبط يعني. هم وفروا كل شيء بامانه، الاداره وفرت لكل شيء، ولكن في بادجت اللي هم محطوط، فانت اتحركت من خلال البادجت ده. حماده انور الله يستره اتحرك فيه او لا اتحرك في لا احنا تعبنا يا ابراهيم، انت لا تتخيل كم التعب والشقه اللي احنا شقيناها في بتروجيت في الاول عشان تعمل التيم ده بالفلوس دي بالبادجت اللي محطوط لك. فانت بالتالي بتتحرك في حدود معينه. بدانا الدوري يا كابتن بتعادل مع الزمالك كنا افضل، تعادل مع الاسماعيلي في الاسماعيليه كنا افضل، تعادل مع المصري كنا افضل، ثم كسبنا دجله بقينا متصدرين الدوري في الاسبوع الرابع. اوكي جه بعد كده بدأنا نشتغل واشتغلنا بقينا نجمع بناط تك 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 لغاية لما الأمور، وأنا كنت بقول إيه الولاد دول عايزين وقت يعني خبراتهم قليلة، فلكن لكن لازم نسند باتنين تلاتة دوري ممتاز. طب ما هو ما حصلش في ال طب ما أنت ما كنتش لسه وصلت ليناير معاهم. ماشي ما وصلتش ليناير، أنا مشيت في الأسبوع العاشر تقريبا 11. ليه بقى؟ هو طبعا بعد ماتش النجوم احنا خسرنا 3-2، كنا كسبان 2-0 وبغرابه شديده وبسذاجه برضو من اللعيبه خسرنا 3-2. يعني مباراه غريبه الاطوار، بتبقى كسبان 2-0 في اول شوط وتنزل الشوط الثاني يعني تجيب الثالث والرابع وتضيع منك كل الاجوان. في كمان نقطه مهمه جدا برضو لسه اقولها لك، كم الاهداف المهدره يا ابراهيم في ال 11 اسبوع دول لا تتخيله. صحيح لا تتخيله. انا عملت احصائيه مع الشركه اللي بتعمل لي تحليل الماتشات كوره ستاتس، قلت له عايز سيدي هيا للمباريات كلها الاهداف، الاهداف مش الفرص، في فرق بين واحد بيشوط يقلش لكن ده انفرد وحطها في القايم جوه الجون وراح مطلعه. ماتش المقاصه يعني لو عندك انت الفيديوهات تقدر تذيع الكلام ده والله العظيم ابراهيم اقسم بالله مواقف وطرائف. طب اقول لك على حاجه، عادل احمد عادل عبد المنعم احمد عادل عبد المنعم بعد الماتش بيتكلم مع بعض اللعيبه يقول لهم انا قايم الكوره جول، يعني انا قايم كده الكوره جول طلع، لا الكوره طلعت طلع ازاي ما تفهمش. فانت 22 جول، 22 أقسم جول اقسم بالله 22 جول، والسداه عندي في البيت لغايه النهارده في 10 ماتشات، في 10 ماتشات اقسم بالله ما بهزر صادق. يعني الراجل بتاع الشركه بيقول يا كابتن انا في حيره غريبه الشكل. طب انت بتعمل كل الشغل ده وبتوصل للمرمى جايب، انا لغايه ما مشيت كنا جايبين 15 16 جون تقريبا في ال 11 ماتش و22 جون ضايعين. 22 الجون والله جون، مش فرصه، مش فرصه حتى يعني كره رايحه للجون تطلع يعني ازاي يعني تطلع ازاي بقى جون يطلعها الراجل بتاعك يحطها في القايم، فاهم؟ فانت قصه صعبه جدا. توفيق. فانا قلت ارفع الحرج عن الاداره واقدم استقالتي ان يا جماعه والله كذا كذا، اذا كنتوا شايفين ان انا مقصر وان احنا مقصرين كجهاز مشونا ماشي عشان ارفع عنكم الحرج، اذا كنتوا شايفين ان احنا مش مقصرين والكلام ده كله وحضرتك حماد انور اتصل بيا قال لي يعني الناس لو رفضوا، قلت له والله ما عنديش مشكله ان احنا نكمل، انا ما عنديش، الناس بيحبوهم يحبونا ومفيش مشكله. فالناس وافقوا على ان انا ان انا امشي، شكرا ومشيت. ما كنتش متوقع، ما كنتش متوقع. انت كنت مستني التليفون؟ لا يا كابتن طارق احنا يعني يعني على الاقل كان في البدايه اول مره اقدم استقالتي، لا يا كابتن استمر واحنا في ظهرك والكلام ده كله، كنا ممكن نعمل نعيد تاني القصه لان اللعيبه كانت كويسه وكنا ماشيين بشكل مش وحش والله العظيم. ولكن طبعا الامور هم قبل استغلها خلاص يعني فمشيت. بس فده اللي حصل في بتروجيت، ما هو السوق توفيق ليا انا. هو التوفيق تخلى عني انا؟ ما تخلاش عني انا، هو انا اللي بلعب وانا اللي بجيب الاجوان، التوفيق تخلى عن اللعيبه. انت مهمتك يا ابراهيم كمدرب انك انت بتطلع على البرنامج هنا فاهمني، معاك سكريبت مكتوب، معاك تحضير، معاك مكالمات تليفون، في فريق اعداد. صحيح فريق الاعداد عمل لك كل حاجه، انت طلعت على الهواء ارتبكت
يعني هم دول اللي هم كل حاجه، فريق الاعداد دول هم المديرين الفنيين. صحيح. وانت الراجل اللعيب، انا اللي هجيب الجون المفروض. برافو عليك، انت اللي هجيب الجون، انا اللي هحول كلامه من المكتوب لكلام متشاف. قدراتك انت بقى الحواريه وقدراتك التلفزيونيه هي اللي هتخلي البرنامج ده ناجح او لا قدر الله يحصل حاجه عكس هذا. مظبوط. اوكي مظبوط. بس دي قصه كده. فانا عديت فريق وعملت فريق بالثلاث تعريفه اللي كانت موجوده. لعيبه ثلاث تعريفه مصر كلها بتتكلم عنها. انت بتتكلم النهارده فييرا، الزمالك والاهلي وكانوا بيتكلموا عنه. كورير الناشئ ده 98، ده 98. زولا مصر كلها بتتكلم عنه. فاهمني؟ عبد الرسول بتتكلم عنه. انا قابلني ناس في انبي، مش هقول لك مدربين، عمال. العمال بتوع النادي انبي، ما احنا كنا بنتمرن مع بعض. ايوه. ما كانوش مصدقين ان ده احمد صبحي اللي كان عندهم. ما هو ده صبحي ده قعد فتره طويله. وبعدين انت واخد لعيبه ما كانتش بتلعب، القاضي ما كانش بيلعب، احمد صبحي ما كانش بيلعب، فاهمني؟ فييرا ده جاي من بالباراشوت كده، جاي عليك بالباراشوت. كوري نفس الكلام، يعني اللعيبه كلها بتلعب. بتقول جايب لعيبه من الاختبارات؟ اه والله جالي اختبار، الراجل الايجنت بتاعه كلمني، كلم حماد انور، فانا كلمت حماد قلت له يا حماد في لعيب جاي بكره افريقي وكده بتاع، قلت له طيب نزلت تقسيمه واحده، قلت له ايدوه واعملوا عقد. بدون نقاش. عقد بكام بقى؟ ايه؟ بتاعت تعريفه برضه، عقد بتاعت تعريفه برضه. اه كلام فارغ. فييرا ده مثلا يعمل له 40-50 الف دولار في السنه. ياه. اه والله. ما هو ما فيش. هقول لك حاجه، هقول لك على مفاجاه. تالا نداي. بكام؟ تالا نداي مش عندي، ده في الجيش. انا اول واحد شفته. والله؟ واخترته. ووديته. في حاجه حصلت مفيش داعي اقولها. في بتروجيت. في بتروجيت الولد مشي. ايوه كان بكام؟ معروض لك بكام برضه؟ ثلاث تعريفه برضه. برضه تالا نداي ده كان مش عارف 30,000 دولار 40,000 دولار حاجه كده يعني. فاهم قصدي؟ فانت بتتكلم في 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 حاجات غريبه حصلت. زي ما قلت لك انت راجل اللعيب والطقم اللي عندك ده كله بيعد لك البرنامج، انت بتبروز هذا الكلام. حتى مفيش لعيب اتباع عشان خاطر تاكل اخواته. ده كله اتباع بزمن بتمن والله عليك. دخلنا فلوس كتيره جدا يعني. احمد مصطفى بتاع جنت البلجيكي ده ب 500 وشويه دولار، 1000 دولار. ده مبلغ وقدره. طه عادل راح بفلوس. محمد رجب راح بفلوس زي محمد رجب. طب بس في ناس كتير جايه تقول لك ماشي احمد، مش انا اللي ماشيه احمد رجب. محمد رجب مش انا اللي ماشيه. محمد رجب كان عنده قفله مع النادي والنادي قافل معاه. يعني انا ماليش علاقه. ما الناس برضو بتفهم غلط. يعني انا الناس اللي مشيت دي كلها انا ماليش دخل في مشايانهم، غير ان انا عايز اوفر علشان اقدر اشتغل. مش انا اللي عايز اوفر. انا بكلم انسان اداره. هم بيقولوا لك وفر. مش عايزين عقد رجب. رجب عقده 1,600,000. مش هنقدر ندفع لرجب 1,600,000. طب رجب جاي له في السين في الـ في الـ في الانتاج مبلغ نفس المبلغ او اقل سنه. فالولاد مشي. اتباع. انا مش هقعد. في لعيبه كمان عمرها الافتراضي انتهى. مش الـ مش الـ مش في الكوره. عمرها الافتراضي العمري والعلاقيه والعلاقات الكوميونيكيشن بينها وبين اداره قفلت. زي محمد رجب، احمد جعفر. دول يعني قارين عليهم الفاتحه. جعفر ده بالنسبه لهم موجود زي اكنه مش موجود. بالظبط. يعني الموضوع منتهي معاهم. الناس دي يا كابتن مش هتقعد ليه؟ كذا 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 كذا. خلاص شكرا. ما انا مش هقاوم. مش انا وحت في لعيب واحد معاهم والله العظيم. اللي هو مين؟ بيكلي. شملس بيكلي. شملس بيكلي. هما كانوا كمان ما كانش عاجبهم مش خالص. بيكلي كان قارفهم وكان عامل لهم مشاكل ومش ملتزم و وحاجات كتير قوي قبل ما اروح. اول ماتش له مع المقصه جاب جونين. ما انا لا ما بيكلي معايا انا هداف الدوري. قال لك كان عندي هداف الدوري. ايوه انا عارف. فانا قلت لبيكلي اشترطت عليه، قلت له بيكلي تعالى. هو عبد الرحمن مجدي الوكيل. قلت له والله يا عبد الرحمن الولد ده سيرته مش حلوه مع الاداره. فعايزين نحسن الصوره لو هو عايز يقعد. ايوه. عايز يقعد هيقعد بشروطي. عايز يمشي انا بسلم عليه. قدامك اسبوع فكر وتعالى لي. قال لي انا مش عايز اقعد، انا عايز امشي، انا تعبان. خلاص براحتك امشي. اوكي مشي. قعد اسبوع وجالي. قال انا هشتغل معاك. قلت له ما تفتحش بقك، فلوسك هديها لك، وعدك هيوصلك تشتغل. انا عارف بيكلي. اللي قدامي ده مش بيكلي. اللي بيلعب ده مش بيكلي. لو سمحت موت نفسك. موت نفسك. قال لي انساني. انسى، مش هتسمع صوتي. وفعلا الولد ادى
11 مباراه لغايه ما انا مشيت من افضل ما يمكن، برغم ان هو خسرني نقط كتيره جدا في ماتشات كتيره، بس هو هداف الفرقه ما انا ما اقدرش الومه. جايب انا لغايه ما مشيت انا كان جايب 7 تجوان تقريبا في 11 اسبوع او 8 تجوان، فاهم قصدي؟ فالولد لما كان بيجيب اجوان بيضيع، طب طبيعي ما هعمل ايه، بس كان بيضيع كتير جدا واهداف غريبه جدا واهداف مؤثره ابراهيم يعني بس هو كان بيجيب اجوان. فهي قصه ده واحد من اللعيبه اللي انا قلت لهم لا ده انا مش قادر اشيل من سبيكلي مشي، ما انا مشيت بعد انا ما مشيت، هو مشي في يناير لان هو مش عايز يقعد صدقني. انا خلاص بيفرق، كان بيفرق. انا بقول لك يعني هو الولد كان جاله من 4 سنين النادي الاهلي. ايوه 4 سنين ايه؟ اقل من 3 سنين يعني. اقل مع الكابتن حسام البدري، كان الكابتن حسام البدري كان طلبه، كان معاه كابتن حسام البدري كان ضيفي اعتقد من سنتين يا كابتن. من سنتين. فالولد شايل بقى من الحته ان هم ما وافقوش وطلبوا مبلغ كبير جدا فالاهلي رفض، فهو شايل لهم الحته دي ومتضايق جدا وقاعد قرفان وبيديهم بقى يعني كده بالايه؟ يعني بالقطاره يعني بمعنى اصح. فهو سلوكه ما عجبهمش وكانوا عايزين يمشوه، قلت لهم انا ما اقدرش اسيب بيكلي، انا عايز بيكلي ما اقدرش مش اتصرفوا، لان مش هسيب انا طه عادل، مش هسيب رجب، ومش هسيب دبش وكل الخبرات دي واسيب كمان بيكلي، ما ينفعش. فالحمد لله هم وافقوا على موضوع بيكلي بعد الولد ما جالي وظهر مظهر كويس في الماتشات الوديه، هم شافوه قالوا لي لا ده مش بيكلي. فانا الحمد لله بفضل الله، برغم ان انت اللعيبه كلها اللي جت كانت طيب معظمها سكند ديفيجن والاخر اللي هو في الدوري الممتاز ما لعبش بقاله سنه وسنتين وسنه ونص، الا انك اكتسبت احترام الاخرين، مش شغلتي بقى ان انا اجيب الاهداف. يا ابراهيم اسالك بقى سؤال بقى ايه بس محرج شويه، ده براحتك استحملني فيه، اكيد حاجه بتسمع منه كلام يعني. اكيد. اقول لك كابتن طارق يحيى هو المدرب الوحيد اللي ما بيقعدش في مصر، بيمسك الفرقه الفلانيه، لا اله الا الله، يمسك الفرقه الفلانيه، يمشي من الفرقه دي، يمسك الفرقه دي يسيب دي ياهو روح للثانيه، يسيب الثانيه يروح للثالثه. ما اعمل ايه يعني؟ ما انت ما شاء الله مثلا تشغل في سيم القنوات وسيم القنوات وانت عشان انت اعلامي كويس، عشان انت الناس بتحبك، عشان انت عملت قاعده جماهيريه كويسه، فاهمني؟ فانت بتنتقل من هنا لهنا لهنا، بتسيب هنا بتخش هنا، بتسيب هنا بتخش هنا، يعني كل الناس كانت سوري يعني مش يعني بتحسدك ان انت في بيراميدز، وبعدين لما بيراميدز قفلت جيت النهار، قبليها كنت مش عارف في اون او في مودرن او دي ام سي. فانت اعلامي شاطر. لا سيبك مني انا، سيبك مني انا، لا انا بقول لك انا بمثلك، ما انا بمثلك، مش عايز اقول اتكلم على نفسي هذا الكلام. لا القياس بقى مختلف، لانه احنا بنتكلم على حضرتك طبعا نجم شباك وراجل مدير فني، احنا على قدنا خالص، فما ينفعش لا يجوز لا تجوز مقارنه مع العوامل. الاعلامي الشاطر زي المدرب الشاطر. بس فرصه اديني فرصه عشان اشرح وجهه نظري. هي وجهه النظر انه الكابتن طارق يحيى في الدوري المصري بيقول لك مع الفرقه ديت طيب ما حققش النتائج مع الفرقه دي، وراح الفرقه دي ما حققش معاه نتائج فراح للفرقه الثانيه. انت رد حضرتك ايه على الموضوع ده؟ هو طارق يحيى لوحده؟ ما انت عندك عماد النحاس، عندك امثله يعني بدون ذكر التفاصيل ناس عارفه، طارق العشر اللي هو كان احسن مدرب في مصر من 4 سنين او 3 سنين، صح كانوا بيشار اليه بالبنان، طارق العشر ده جهبذ الجهبذه، صح فاهمني؟ ومع ذلك لكن النهارده طارق العشر عامل ايه؟ ما هي في صعود وهبوط يا ابراهيم، انت مش هتفضل على طول فوق فاهمني وما تنزلش، لا اكيد هيجي لك صعود وهبوط فترات مع الظروف المحيطه، مع الظروف اللي انا بحكي لك عليها دي، مع اللعيبه كده ومع عدم توفيق لعيبه، مش توفيق مدرب. اقول لك على حاجه، انت مرنت مثلا حوالي 80% من انديه الدوري الممتاز، 80% انا مرنت الحمد لله 80% من انديه الدوري الممتاز ما شاء الله، فاهمني؟ ما شاء الله الحمد لله بفضل الله كل الانديه نجحت، قول ما شاء الله عشان ما شاء الله ولا قوه الا بالله، عشان ما شاء الله ولا قوه الا بالله. أيوه. كل الانديه الحمد لله بفضل الله. اسال على طارق يحيى فيها، علاقتك معاهم كويسه حتى بعد ما حتى متلش. الان لا اسال على طارق يحيى في الشغل، في النتائج، في اللمه، في اللعيبه، في حاجات كتيره جدا، فاهمني؟ انت لما تيجي كل الكلام ده كله تلاقي نفسك فوق اكيد في يوم من الايام هيجيلك هبوط. مورينهو من جهبذ الجهبذه، مانشستر يونايتد مع سولشاير بيكسب 8 مباريات ورا بعض في حاجه يعني غير طبيعيه. أيوه. طب الراجل ده وحش؟ مورينهو وحش؟ لا هي بتيجي عليك فتره كده وفتره كده، لازم دي سنه الحياه، تقدرش دي ربنا سبحانه وتعالى يعني ما تقدرش تدخل فيها، دي سنه الحياه ان انت يجي لك فترات صعود وفترات هبوط. تحب طبيعي. التدريب قوي يا كابتن طارق جدا، اكتر من اي حاجه ثانيه، اكتر من اي حاجه طبعا، اكتر من التحليل وال دي ليها ميزه وعيب، ودي ليها ميزه وعيب، بس التدريب الشغل كل يوم ده متعه، متعه
متعه بالنسبه لك. يعني انت الشغل كله بتنزل الملعب وتمرن وتقود، انت بتقود نادي مش بتقود 20 لعيب ولا 25 لعيب، وفرقه ومنافسه، فرقه ومنافسه وبتاع، لا 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 فيلم نادي وتكتيك وشغل و و و و و و و والخبرات اللي انت خدتها وانت لعيب بتديها للعيب. انت عارف انا مره بقول للعيبه ايه؟ بقول لهم انا كنت قاعد زيكم القعده دي واحنا بنتكلم، يعني انا قاعد كنت قاعد زيكم القعده دي، فاهمني؟ مفيش حد قال لي الكلام اللي انا بقوله لكم ده من المدربين كلهم. الناس كانت تيجي تمرن وترص الإماع وتمرن واحنا اللي كنا بنلعب مع 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 قدراتهم كمدربين. أيوة. طبعا بيعرفوا، ما بيتكلمش انسانيا، ما بيتكلمهمش، يوعيهم يفهمهم يحذرهم من حاجات معينه، حاجات كتيره، لان كل واحد كل يعني مع ان احنا كنا هواه المفروض هم محترفين يبقى الوضع مختلف. لا، انت محتاج دلوقتي انك تكلم اللعيب في بيته، في عيلته، في سلوكياته، في نومه، في اكله، في شربه. فيش الكلام ده زمان يا ابراهيم، احنا كنا بنتمرن ونروح محدش بيسال فينا وكنا بنيجي تاني يوم حصنه، فاهمني؟ يعني الـ 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 انت بتتكلم مثلا يعني جمال عبد الحميد، عبد الحليم علي، الهدافين يعني حسن الشحاته، العبد لله، يعني ناس كانت دول، علي خليل، كابتن علي خليل. طبعا بتتكلم على أربع خمس ست لعيبة في تاريخ نادي الزمالك جايبين مثلا نص جوان الزمالك، مش عايز أقول أكتر من كده، نصه، فاهم قصدي؟ محدش قال لي، محدش وجهك في حاجة، أنت اللي كنت بتوجه نفسك. صحيح. طيب. وأنت كنت بتحمل مسؤولية نفسك. هتكلم في الزمالك بس بعد الفاصل. قبل ما أروح للفاصل خليني آخد تجربة بس سموحة. ليه كانت تجربة نفسها قصير؟ والله أنا ما أعرفش. ما تعرفش؟ ما عنديش فكرة الحقيقة، من كل المؤشرات كانت بتقول إن إحنا بنشتغل بشكل كويس ومش مقصرين برضو، وعملنا ماتشات كويسة جدا مع فرق، وحظي الحلو ان انا خدت المؤجلات اللي هي الاقوى. يعني مثلا ايه، خدت المصري والاتحاد السكندري، فرقتين جامدين جدا، فاهم؟ يعني المصري والاتحاد، المصري كان مؤجل والاتحاد السكندري كان مؤجل، وخدت الاهلي كان مؤجل. ايوه. يعني خدت الثلاث ماتشات اللي هم الاتحاد السكندري فرقه تقيله، المصري مع ايهاب جلال مختلف، ما انا لعبت المصري مع ايهاب جلال، فاهم قصدي؟ تعادلنا 0-0. الاهلي كان بيفوق يعني في الـ في الـ في, الـ في بدايات الفوقان بتاعه النادي الاهلي، ومع ذلك انت خسرت من الاهلي ضربه جزاء، ما خسرتش يعني مثلا 3-4، بس ما حققتش اي مكسب مع سموحه. ظروف مباريات، ظروف مباريات، ما انا كنت توصل برضه للجون، نفس الكلام، توصل للجون وبتشتغل وبتادي وبتبقى افضل من المقاصه في المباراه، المقاصه افضل من اتحاد سكندري 90 دقيقه، احنا افضل 90 دقيقه، مش سيبك ماتش الكاس، كلام ماتش الدوري. البتروجيت نفس الكلام، بس برضه في النهايه يا كابتن ايه، انا معاك، سموحه فرقه يعني، بص يعني هي مش زي الاول، مش زي الأول؟ لا يعني مش زي ما حققوا مركز اول تاني في الدوري وتاني في كاس محمد لا كان فرقه مختلفه تماما، والكلام ده المهندس فرج عارفه. خلي بالك بعض اللعيبه اللي جت خبراته قليله جدا، يعني انت جايب افضل ثلاث لعيبه من وجهه نظري انا عندهم مهاره، كلهم صغيرين في السن 98 ما عدا محمود، ما عدا معاذ لعيب من دمنهور، لعيب برده درجه تانية محتاج يعني شغل، بس هو مهارته عاليه جدا. انا بحب اللعيب المهاري. في شريف رضا 98، في الولد كناريا 99، بس كناريا ده جاي من المقاولين، ده لعيب، انا بقولك لعيب كويس ممتاز، لعيب بس انا رحت بقى ابراهيم. المشكلة الرئيسية بقى المختلفة عن بتروجيت، ان انت كان في روتيشن كتير جدا 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 في تيم سموحة. انت دخلت خمسة لعيبة، انا فوجئت ان انا ببدأ مباراة، كان تاني ماتش بعد بتروجيت كان يا ربي مش فاكر مين، المهم فبدأت فوجئت ان الخمسة لعيبة دول بقى لهم اكتر من شهرين ما لعبوش خالص. طب كان بيعملوا ايه؟ ما بيلعبوش، كان في روتيشن كتير، يعني مثلا النهارده اربع لعيبه، الماتش اللي بعديه اربع لعيبه يقعدوا، اربع لعيبه يخشوا. طب ما هو وهكذا. طب ما هو روتيشن معناه انه اللعيبه دي تبقى موجوده في الملعب على طول، ما تقعدش شهرين ما بتلعبش. ما ده لا ده ايه يعني الفتره اللي سبقت ما انا جيت، بعد كده بعدوا خالص، يعني اسلام صالح ما لعبش، لعب مباراه واحده في 13 مباراه، انا جيت في الماتش ال 14. اسلام صالح، محمود السيد، محمود عزت، عندك الولد الباك اليمين امير عابد،
ما كانش بيلعب بانتظام. طب باسم جه وحضرتك موجود صح؟ اه الباك الشمال محمود منصور ما كانش بيلعب بانتظام لدرجه ان النفس بتاعهم كان بينك. فخمسه لعيبه بدات بيهم فوجئت ان هم بقالهم فتره طويله جدا ما بيلعبوش. بينهجوا يعني ايه؟ كناريا ما بيلعبش نفس يعني الماتشات مكروشين يعني. اه مكروشين ما فيش السكند ويند بتاعهم مش موجود. عندك كناريا ما بيلعبش، محمود معاذ ما بيلعبش. والله العظيم بكلمك بجد يعني على فترات متباعده جدا، وبعدين يخشوا مباراه وبعدين يقعدوا 3 4 مباريات. فالدنيا كانت صعبه شويه من حيث الناحيه البدنيه والنفسيه للاعيب واللياقيه كمان. كويس. فانت كنت بتعالج دي وبتعالج ناحيه نفسيه وبتعالج تكتيك. فانت مش ست مباريات ما لحقش اعمل حاجه. وهو الراجل عنده حق، خلي بالك يعني هو عنده حق ان هو يغير. ليه؟ انت خسران 4 من فرقه مع احترام وتقدير ليها المفروض انت احسن. فطبعا هو ماتش يعني غير طبيعي، غير صح. طبيعي سيناريو غير طبيعي خالص بصراحه. عمل ماتش انا بقول لك لا وخلي بالك الجون الاولاني هاند بول والثاني اوف سايد، ما الناس في التحليل قالوا الحكام فاهمني وباينه زي الشمس. بس الفرقه ما كانتش موجوده، يمكن الماتش ده فاكره الفرقه ما كانتش موجوده. حبيبي احنا بعد الجون الاولاني بعد الجون الاولاني احنا نتعادل ونكسب. بس نفس الكلام برضو لعيبه عندها يعني نفسيا مش واقفين على رجليهم صح، لان ده كان خمسه او سادس ماتش ليا العيال مش واقفه على رجليها صح، وفي نفس الوقت نفسيا تعبانين من الحاجات اللي حصلت قبل كده فاهم. فانت كنت بتعالج كذا جبهه. والكلام ده انا حطيته المهندس فرج عامر على الترابيزه وهو عارفه وكان بيقول لي انت صح، وكان بيقول لي انت قريت الفرقه صح، والمشاكل دي فعلا احنا كنا بنعاني منها والله العظيم ده حصل. مصدقك فاهمني. فالكلام ده كله اتبخر في ماتش ايه النجوم. هو عنده حق، 4 كتير من فرقه المفروض انت طبعا انا يعني انت بتتكلم سيناريو المباراه كده وانا وقاعد معاك دلوقتي مش متخيل اساسا حاجه زي كده خالص، حاجه انكريديبل يعني بصراحه. يعني صلاح امين عمل ماتش من ماتشات عمره. بقول لك حاجه غريبه، صلاح امين ده مثلا فكرتين زي امين. صلاح امين من ضمن اللعيبه اللي جات لي فري او قبل القيد بيوم، بتروجيت اول السنه بتروجيت. والله العظيم ده انت كنت تاخد اللعيب ده وانت مهمض. انا خدته ده وانت مهمض. بس الاداره موافقتش. كان هو فتح الله الاداره موافقتش. لا موافقوش. لا يعني لا يعني انت فعلا انضم لك يعني. كابتن جالي كلمني، الواد كلمني مشي من طلائع الجيش وهو خارج من النادي كلمني، لان سامح حسن وكيله ده كان لعيب عندي في طلائع الجيش وكان لعيب عندي في مصيره صلاح لما كنا درجه تانية، ده وكيله. وصلاح علاقتي بيه عاليه جدا. وكلمني الولد. تخيل بقى لما لعيب يكلمك يقول لك كابتن انا، قلت له استاذ اثبت، كلمت الاداره. وانت محتاجه، وانت محتاج النوعيه دي جدا. مخلصات هو ما بيهرجش يا بيه. انا عارف قدرات صلاح امين. قفلت مقفوله، قال لي لا 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 لا، ومش عايز اقول لك مقفوله بالضبط مفتاح. طب يا جماعه ده فرق، ده مفيش. الواد راح لا عامل شغل جامد طبعا، لعيب كويس. نروح لفاصل، وبعد الفاصل حوار ممتع جدا الحقيقه مع كابتن طارق يحيى. هنتكلم في امور كتير جدا جدا، هنتكلم في سموحه لسه، وهنتكلم اكيد عن نادي الزمالك. خليكم معانا بعد الفاصل. وجد الترحيب بحضراتكم مره تانية، ولسه حوارنا مستمر وحوارنا ممتع جدا الحقيقه مع كابتن طارق يحيى. بسال حضرتك بقى في سموحه، طب التفسخ انتهى ازاي او العلاقه انتهت ازاي ما بينك وبين سموحه؟ ده عادي بالتراضي. ازاي بالتراضي؟ جالي مكالمه من مدير الكوره وقال لي مهندس فرج عامر بيبلغك ان هو يعني بيقبل اعتذارك وكده بعد. وانا كنت يعني طالع متنرفز من الماتش الحقيقه وزعلان، وكنت كلمت الكابتن عاطف قلت له كابتن عاطف انا الموضوع هيبقى صعب يعني. فعد اول يوم. تاني يوم كابتن عاطف بلغني بان المهندس فرج قبل الاعتذار. شكرا. انت حظك اول لما بتعتذر الناس بتقف مستني على الاقل خير يا ابراهيم، نوع من انواع كله خير. كله خير صدقني. صحيح. نعم يعني انت بتبقى ساتسفايد مع ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. وتبقى راضي كده، والامور يعني انا باخدها بصدر رحب شويه. صحيح بزعل وبتضايق على ان انا ما حققتش مثلا نتائج كويسه، لكن برجع في الاول والاخر رد قدر لو ما شاء فعل. نسال بقى الاسئله المهمه. كابتن طارق يحيى في عز ما هو كان موجود مع نادي الزمالك اتعرض عليه مصر المقاصه.
وفضلت نادي الزمالك. بعديها سبت الزمالك او قالوا لك شكرا في الزمالك. بالظبط. ما قالوش شكرا. ما زعلتش؟ برضه هي نفس الرد. ربنا سبحانه وتعالى بيكاتب لك حاجه افضل وحاجه احسن. ونعم بالله، بس هي الفكره ايه؟ التفضيل ده على ده؟ والله ما فكرت فيها بامانه، والله لو فكرت فيها ابراهيم كنت، اصل ناس كتير قالت لي ايه؟ يا عم كنت قبلت اديك مشيت، طب يا جماعه ماشي، ما انا ما اقدرش امشي من نادي الزمالك غير بموافقه الزمالك. وانا كمان ما بقراش الغيب يعني. بالظبط، يعني انت كنت بعمل نتائج كويسه مع نيبوشه وكنا ماشيين كويس والدنيا ماشيه بيس وزي الفل. وفوجئت ان التعادل ماتش الرجاء في اسكندريه كان وقع زي الصدمه على فريق على المجلس اداره، فطلب منك انك تقدم استقالتك. منتهى البساطه. ساعات يا ابراهيم الاداره بتبقى شايفه حاجه انت مش شايفها كمدرب، لان هم بره المجال. اللي بره المجال دائما بيشوف اكتر، يعني مثلا انا بتفرج على التلفزيون اقيمك افضل من ان انت بتقيم نفسك وانت قاعد. صحيح. فاهمني؟ صحيح. اكيد. فاللي بره المجال دائما بيقيم صح. وعنده اتزان في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في اتخاذ القرارات او في ان هو يقيم اللي قدامه صح. وبالتالي انا ما استغربتش لان انا كنت متوقع حاجه زي كده. فاحنا راجعين في الاتوبيس طلب مننا ان احنا نقدم استقالتنا انا وحسين ومدحت علشان يقدر الاداره تحاسب الراجل، لان هو واضح ان الراجل بلغ حاجه الله اعلم حاجه وصلت الاداره ان احنا ضاغطين على الراجل، احنا مش مدين راحه الراجل، احنا يعني وات ايفر المسمى. فبمنتهى البساطه ان ده بيتك وهترجع له وهتخرج وهتروح وهتيجي بس، لكن هو القصه ما فيهاش زعل. يعني فاهم قصدي؟ ده نصيب ورزق. نيبوشا كان مدرب كويس؟ هو ترينر كويس. والله. يعني نيبوشا عنده يعمل وحدات تدريبيه عنده ما شاء الله حاجات كتيره كويسه جدا بصراحه. عنده فكر كويس، بيمرن كويس قوي، بيعمل لك تكتيك كويس قوي، بيجهزك بدنيا كويس مع الولد كان اسمه ماركو. كان مع ماركو الاثنين بيكملوا بعض. لكن هو كان عنده تاخير شويه في التغيير. فاهمني؟ يعني كان دايما احنا كنا قرايته متاخره. تاخير في التغيير شويه. انما هو الراجل كان ذوق جدا، مؤدب جدا، محترم، بيراعيك كويس قوي وبيراعي اسمك. ودي كانت نقطه يعني كل اللعيبه او اغلب اللعيبه اللي كانت موجوده كانوا متضايقين من فكره ان هو ما عندوش بس شخصية. معلش برضو لازم نقول اللي لينا واللي علينا. اللعيبه اللي كانت موجوده مش زي دلوقتي. يعني بامانه في الصفقات جت كلها مش وحشه، لكنها عايزه وقت طويل جدا تقعد في الزمالك. بتتكلم على صلاح عاشور، بتتكلم على مدبولي، بتتكلم على كان مين تاني طارق، لعيبه كتير قوي مش فاكر طبعا مين، بس يعني في الاثنين اللعيبه بتوع المنتخب السوري العجان ولاشين. ايوه مش اسمه لاشين؟ مهند اعتقد. لا اسمه لا بس مش مهند، اسمه حاجه علاء الشبلي. علاء الشبلي ده ما لعبش خالص الشبلي والعجان. طب العجان ده كان كويس يا كابتن. مش وحش بس انت يعني مش زمالك اللي هو يقدر يبقى جامد يعني. بتتكلم النهارده في النقاز، بتتكلم في ساسي، بتتكلم في كهرباء عودته، مصطفى فتحي عودته، عمر السعيد. لا يعني انت بتتكلم على اسماء منتخبات. محمود علاء برضه في الدفاع. محمود علاء في الدفاع. محمود حمدي كان معانا محمود حمدي. بتتكلم في ال طيب يعني هو ابو الطيب اللي جه ده كمان لعيب خالد ابو طيب. خالد ابو طيب لا بتتكلم في مجموعه اللعيبه اللي كانت مجموعه مع نيبوشه بامانه. مش زي دلوقتي خالص. لا في فرق كبير. عشان كده انت لما تيجي تقيم مدرب ابراهيم تقيمه برضو بالمجموعه اللي معاه. هو ممكن يعمل حاجه وعملنا احنا ما خسرناش غير مباراه واحده سموحه تقريبا اعتقد وتعادلنا مع الرجاء بس. هو ده النتائج. لكن كل الماتشات انت كسبانها. انت كان نفسك تبقى مدير فني نادي الزمالك كابتن طارق؟ وما زال طبعا ده حلم حياتي انك تبقى مدير فني. طبعا. امتى بقى؟ اما ربنا يأذن. كنت مستنيها تحصل بعد نيبوشه بعد فتره. انا بقيت انا كنت قعدت شهر ونص مدير فني او قائم باعمال المدير الفني. ايوه زي ما انتم بتحبوا تسموها في الاعلام بس. أيوه. انا بعتبر نفسي مدير فني. نعم. هي لان كده. كان بيتكتب في الماتشات الوديه مدير فني طارق يحيى. وانا اللي عملت التيم. يعني اللعيبه كلها اللي انت اللي جهزته. انا اللي جهزته بدنيا. بس كان في مشكله بقى. يعني يجي لك مدبولي وبعد 10 15 يوم يجي لك مثلا محمود علاء.
ما بدؤوش معاك من الاول كلهم على فترات. يعني في خلال الشهر لما جه نبوشة كانت الفرقه اكتملت شويه، لكن ما جوش كلهم مره واحده. يعني بتوع سوريا دول راحوا كاس اسيا لو تفتكر، وجونا على بدايه الدوري قبلها باسبوع 10 ايام. هو شبلي ده ما اشتركش ليه يا كابتن؟ والله هو جات له فرصه في كنا بنلعب محله، ايوه في طنطا بنلعب في المحله، الولد قال لك رجلي مش عارف. طب ما فيش غيرك. حتى لعبنا يوميها احمد توفيق باك رايت انا فاكر، فاهمني؟ فهو الولد اللي كان عنده مشكله، لكن هو الراجل كان هيلعبه وكنا هنلعبه الماتش ده. قال لك انا عندي شد. يا ابني انت بتخاف من الماتشات ولا ايه؟ ما اعرفش. فهو ظروفه، مع ان انا شفته في المنتخب السوري كان ماشي كويس قوي، شفته في ماتشات اللي انت بعتهم. هم انا كنت بتابع بقى لما سافر، كنت بتابع ماتشاتهم. هو حكى لي الموضوع، قال لي انا رجعت من السفر، كنت جاي من السفر، قلت لهم طب سيبوني ارتاح عشان انا تعبان، مش عايز الناس تحكم عليا من اول مره في ماتش طنطا. فقلت لهم انت هتلعب اساسي، مفيش غيرك. احنا لعبنا لعيب وسط ملعب، كان حازم متصاب، حازم مصاب، واحمد مجدي مصاب، الباك رايت اللي جبناه واحمد مجدي صحيح جه. فمجموعه اللعيبه فرقت معانا جامد. انت لو معاك اللعيبه اللي موجوده دلوقتي دي مع مستوى الدوري ساعتها، سوري الزمالك ياخد الدوري في الدور الاولاني. هياخد بقى الدوري السنه دي الزمالك؟ هو الاقرب بشده. يعني بنسبه 80 90% الزمالك هو الاقرب للدوري. هل في ارتباط ما بين انه الزمالك بياخد الدوري في السنه اللي الاهلي فيها ما بيكونش كويس، ولا علشان الزمالك كويس فهو بياخد بطوله الدوري؟ ده بالعكس. ما هو المنافسه بين الاثنين. ما هو لو ما فيش منافسه من الاهلي الزمالك هينام، لو ما فيش منافسه من الزمالك الاهلي هينام. هي مش قصه ان ده نايم ده عشان كده بياخد الدوري. طب ما احنا كنا ياما خدنا الدوري من الاهلي واحنا اوحش منه، فاهمني؟ والاهلي خد الدوري وهو اوحش مننا. بتحصل. لكن كون ان الزمالك ماشي كويس هذا لا يقلل من ان الزمالك كويس فعلا. فاهم قصدي؟ فاهم كويس جدا. طبعا النادي الاهلي النهارده رجع، النادي الاهلي رجع اهو يعني، والاصابات بدات ترجع والكلام ده كله. فبدا النادي الاهلي يعمل ضغط ولود على الزمالك، والزمالك بدات من الاول عامله ضغط ولود على الاهلي. وبالتالي مش قصه ان الاهلي وحش يبقى الزمالك ياخد دوري، او الزمالك وحش الاهلي بياخد دوري، لا الاثنين كويسين، بس الافضل واللي عنده الاستمراريه هو اللي بياخد دوري. رايك ايه في كريستيان جروس؟ محظوظ. محظوظ مش محظوظ في المكسب يعني، محظوظ ان عنده مجموعه لعيبه محترمه. بامانه الاداره وفرت له مجموعه لعيبه بامانه، يعني تغمض كده حط اي حد يشتغل. انت بتتكلم على الدكه اللي قاعده بره عامل مين؟ ده مصطفى فتحي راجل في البيت. ده ايمن حفني في البيت. صحيح. انت بتتكلم على مصطفى فتحي وايمن، دول الاراجوزات بتوع نادي الزمالك. فاهمني؟ تقايل يعني لعيبه تقايل. لعيبه تقيله دول في البيت. اوباما بره 18 ماتش اللي فات هو وجنش، وانت بتعمل ماتش عمر. فاذا نادي الزمالك عنده لعيبه كويسه، وبالتالي هذا الرجل جه في توقيت هو محظوظ فيه بامانه. ان الاداره وفرت مجموعه لعيبه على اعلى مستوى. طب هنا بقى اسال السؤال اللي دايما عمر الزمالك سوري عمر الزمالك ما جاب لعيبه منتخبات يا ابراهيم. انت بتجيب الزمالك جاب لعيبه منتخبات امتى غير ايمانويل امونيكي؟ بس ده اللي كان بيروح المنتخب بيلعب اساسي. انت بتتكلم في النقاز اساسي، ساسي اساسي، كاسونجو اللي كان راح من خلال الزمالك، خلال ما كانش في المنتخب اول ما جه، لكن راح من خلال الزمالك وادائه في الزمالك. بالاضافه لطارق حامد اساسي منتخب مصر، جنش يستحق انه يبقى، محمود علي يستحق، كلهم يستحقوا. فانت بتتكلم في مجموعه لعيبه مميزه. فهو جروس زي ما قلت لك كده. طب هنا بقى اسالك سؤال مهم قوي، اللي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي اسالك سؤال ده، اقول لك طيب لما انا اكون مدرب عندي اللعيبه ديت، معناها ان انا كمدرب دوري يتضاءل هنا؟ يعني يعني انا دلوقتي زي ما كان بيتقال مثلا على فترات الاهلي، الاهلي في فتره مانويل جوزيه اي حد يدرب ياخد بطوله، مش كانوا بيقولوا كده على الاهلي؟ لا طباخ ماهر. لازم انت كمدرب تكون طباخ ماهر. انت عندك طيب يبقى في دور مهم هو على الفرص. مليون في المية. ما قلتش لا، بقولك هو محظوظ. بس لا انا بقولك هو محظوظ ان ان عنده مجموعه اللعيبه دي بدماغه وفكره يقدر يولفهم صح ويعملهم. يعني هو يحسب له ان هو لاعب عبد الله جمعه باك شمال النهارده، عبد الله جمعه ما شاء الله، فدي حاجه من عنده محدش قال له عليها. اوكي. فهو بالتالي شاف قدرات اللعيبه وقدر يوظفها صح، قدر يوظف اللعيبه صح. خلي بالك هو مثبت التيم بقاله اكتر من 6 ماتشات او 7 ماتشات بالظبط. انا اقول لك قدام ريم حسن اوباما كهربا، وقدامهم كان كاسونجو مشي، كاسونجو عمر السعيد خلصت خلاص. دول 64. طارق حامد ساسي خلصت برضو. هو حته الباك ليفت هي اللي ايه بتتغير، عشان ما عندناش الباك ليفت اللي هو ايه يعني عنده استمراريه شويه دلوقتي. لكن التيم كله بيلعب اساسي،
واللي في القلب لما بيقف محمود علاء او لكن الباقي التيم كله اساسي. فهو سبب التيم عرف يوصل لتوليفه مظبوطه محترمه يقدر بيها ان هو يحقق طموحاته. دلوقتي كنت مدير فني زمان كنت هتفكر تفكيره عبد الله جمعه دي تخليه ناحيه الشمال باك شمال؟ اه طبعا. اشمعنى؟ ليه لا؟ وليه كنت هتفكر فيه؟ هقول لك. عبد الله جمعه سريع مراوغ عنده سرعه في التفكير فاهمني. هي الناحيه الدفاعيه بس اللي انت ممكن تتمرنوا عليها اللي هو ازاي يقف ويغطي التغطيه العكسيه دي بقى وظيفه جروس. ده اللي عمله في عبد الله جمعه. ده الجديد اللي عمله في عبد الله جمعه لان عبد الله جمعه عمره ما لعب الحته دي اعتقد. هو كان بيلعب وينج ليفت او وينج رايت في المصري اول ما وحتى في انبي. فهو لما يكونوا نحطه هنا ويعلمه ازاي يغطي الكره العكسيه الباك ليفت يبقى ليبرو تاني في لما تبقى كور ناحيه الوينج اليمين لونج الشمال الناحيه الثانيه دي حاجه طبعا تحصل بجروس. ده فكر فاهمني. شايف ان هو ما عندوش غيره. بهاء مصاب. فتوح لسه مش 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 يعني خبراته قليله. وبالتالي هو اتجه لعبد الله جمعه لان هو شايف فيه ان هو ممكن يشتغل باك ليفت. انت اي واحد ممكن يفكر في كده عادي جدا يعني. من وجهه نظر حضرتك صفقات الاهلي بتشوفها ازاي؟ يعني انا شايف صفقات الاهلي اللي هتفرق مع النادي الاهلي حمدي فتحي حسين الشحات الولد الاكوادوري ده بس هو يعني ما شفناهوش كتير. لو هو نزل ماتشنا ماتش سموحه كان عامل شوط الاول كويس وتعور يعني سريع ومهاري. ممكن مش اكوادوري برضو ايوه اكوادوري اللي هو مين اللي هو اللاشو الاسمر ده جيرالدو مش ده اكوادوري ولا ولا ايه؟ كونغولي لعيب كويس يعني ده هو يا دوب بان بس في ماتش بسموحه بتاعنا اتصاب. انجولي انا اسف مش كونغولي انجولي بس هو لعيب كويس. الثلاثه دول هيفرقوا مع النادي الاهلي وصفقات مش وحشه. صفقات كويسه هي مغالاه فيها لكن هي صفقات كويسه. الاهلي كان محتاج ايه وما جابوش؟ مدافع مثلا ولا لاعب نص ملعب ولا كان محتاج ايه؟ الاهلي محتاج فيرود صريح. فيرود يعني ازارو فير كويس لكن اصابته دي هتاثر بالتاكيد فتره جايه النادي الاهلي. لكن اجايير لما رجع اجايير من افضل اللعيبه الاجانب اللي في مصر على فكره لعيب كويس. فاعتقد ان النادي الاهلي محتاج سترايكر مع مروان محسن يعمل القصه يعدل القصه. مروان برضو اصاباته كتيره ما اعرفش حكايه الاصابات دي في النادي الاهلي لكن هو محتاج سترايكر محتاج استوبر مع سعد ورامي. رامي الحقيقه اصابته طولت قوي اكتر من سنه دلوقتي ايوه فمحتاج استوبر كمان. حراسه المرمى في الاهلي بتشوفها ازاي وحراسه المرمى في الزمالك بتشوفها ازاي؟ لا الاثنين عندهم شباب ولعيبه وحراس كويسين. النادي الاهلي عنده الشناوي وكرامي ما حدش يختلف على خبراتهم وقدراتهم. نادي الزمالك عنده جنش وعماد السيد وفيها عمرو صلاح او عمر صلاح. فالثلاث حراس في ناشئ في وبيلعب منتخب اولمبي وفي طبعا جنش ما شاء الله النهارده جنش مستواه عالي جدا وبيشتغل بشكل محترم جدا. وعندك عماد السيد انا مش مع الناس اللي بتقول ان عماد السيد موفقش الماتش اللي فات. لا عماد السيد لا يسأل الا عن نسبة معينة من الهدف التاني بتاع كينو بس. لكن الهدفين التانيين ما يقدرش يسأل عنهم لان الكورتين صعبين جدا جدا على اي حارس. لكن هو الهدف التاني يسأل عن نسبة منه كمان لان النسبة الاكبر عن النقاز. النقاز المفروض يغطي يبقى هو اللي في ظهر حاطط في صدره كينو مش كينو هو اللي حاطه في ظهره. فده طبعا اداله حريه كبيره جدا انه يفكر صح. لما نروح للاهلي بقى شريف اكرامي علي لطفي محمد الشناوي. ثلاث حراس كويسين ثلاث حراس يطمنوا فاهمني. لكن هم يقلقوا في نفس الوقت. ليه بقى؟ المنافسه بينهم ممكن تعمل مشاكل. يعني اكرامي ممكن لو اكرامي بقى عنده العقليه ان هو خلاص اللي بيلعب يشتغل وخلاص ولما يجي له دوره يلعب القصه هتبقى فيه الامور هاديه يعني. لكن لو في مشاكل هيحصل مشاكل. لكن انا اعتقد ان الثلاث حراس
من افضل ما يمكن دلوقتي من الحراس المميزين جدا يعني زي جنش وعماد السيد. مين في الزمالك يستحق ان هو يبقى موجود في منتخب مصر ومين في الاهلي يستحق انه يبقى موجود في منتخب مصر؟ في نادي الزمالك كتير الحقيقه. محمود علاء كهربا اوباما دلوقتي مستوى عالي جدا، عبد الله جمعه، لان الحته دي ما عندناش باك ليفت يعني احنا ما بنعتمدش غير عبد الشافي لغايه دلوقتي يعني سام مرسي كريم حافظ ما حمدي محمد حمدي ما هو عنده مشكله في الجيش فاني مش هيقدر يسافر مع المنتخب يعني فاهم. فانت بتتكلم في عبد الله جمعه كهربا عمر السعيد دول يستحقوا الانضمام الفتره اللي جايه الحقيقه لانهم مقدمين مستوى عالي جدا 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 يعني. هو المفروض انه اجيري بيفكر ازاي ياخد اللعيبه الصغيره ولا ياخد اللعيبه الكبيره ولا هو بيحسبها ازاي حسبتها ايه؟ لا اللعيبه الصغيره تبقى اقل شويه. انت هتتدخل مع معترك افريقي يا ابراهيم هتتكلم مع محترفين فعايز انا اللعيبه الخبرات عايز اللعيبه الخبرات الكابتن اللعيبه الاسماء واللعيبه الثقيله اللي لعبت افريقيا كتير دي اللي هتقل لك التيم لكن مش لعيبه صغيرين بس لا كتر من الكبار وقلل من الصغيرين يبقى دول مع دول لكن انت ما تجيش النهارده تروح مغلي كله صغيرين هتقع او كله كبار ممكن تقع برضه فلازم دي تسند دي لكن النسبه الاكبر من خلال خبراتي لازم السن مش السن الكبير لعيب الخبرات اللي ممكن تيجي لكن النزول بالمعدل الاعمار دلوقتي خطر يعني مثلا الراجل تفضيلاته المفروض تروح لعبد الله السعيد لوليد سليمان لاحمد فتحي للاسماء اللي من النوعيه دي صح كده؟ بالتاكيد عشان ما نتضرش كلنا في السوليه من اللعيبه المظلومين جدا الحقيقه السوليه بيأدي بشكل رائع من اللعيبه اللي انا مرنتهم في الاسماعيلي وعارف السوليه ده بيعمل ايه في الملعب لعيب مهاجم مدافع بصير بلاي ميكر حاجه محترمه يعني فده من اللعيبه المظلومه جدا الفتره الاخيره برضه. طيب توقعاتك ايه لبطوله الامم قبل ما اروح للسبوره؟ واحنا لسه هنروح السبوره؟ ده انا قلت انت هتخلص. لا في سبوره. سبوره ايه دي؟ نعم ولا اللي هي امال ايه ده ذكريات السبوره الايه؟ السبوره. السبوره الايه اسمها انت سمينا ايه؟ ولا السبوره الذكيه باين لا لا مش بقول لك دي ذكريات من زمن فات دي عايشه معايا تتنقلها الاجيال. بتقول ايه بقى ايه؟ بقول لحضرتك توقعاتك ايه لبطوله الامم؟ هي بطوله هتكون قويه جدا لان كل اللعيبه الافارقه ابراهيم ما شاء الله اللي في المنتخبات الافريقيه كلها متالقين في الدورات الاوروبيه بامانه ومستواهم عالي جدا فانت هتلاقي بطوله مختلفه تماما والاجواء هنا في مصر هتساعد على كده. الاجواء سواء المناخ الكروي او المناخ العام للجو فاهمني بتتكلم في شهر 6 الجو هيبقى بالنسبه لهم رطب يعني جميل لا هتلاقي مستوى مرتفع جدا. انا متوقع ان البطوله دي هتكون من اقوى البطولات اللي شهدتها مصر في او افريقيا في اربع خمس سنين الاخيره ان شاء الله باذن الله. جاهز؟ انا جاهز بس يعني ايه طيب ماشي ما بتقلقش. لا انا مش قلقان بيه. طب يلا قلق من ايه يا حبيبي؟ ما اقدرش اقلق الحمد لله بفضل الله. الحمد لله يا رب دايما. اتفضل يا كابتن. نبتدي بنعم اسلام صادق. شغل اسلام صادق ده ولا شغل درويش؟ احمد درويش. درويش واخد بالك الاثنين مش فارقين من بعض في حاجه. يلا قرار رحيلي عن تدريب بتوجيل تتاخر كثيرا نعم ولا لا؟ لا طبعا. لا لا طبعا. اتاخر ايه؟ لا بالعكس اتاخر ازاي؟ لا ده انا المفروض ان انا يعني ما امشيش خالص. ما كانش المفروض تمشي. تسرعت في قبول عرض تدريب سموحه؟ ابدا ابدا ابدا. ارفض تدريب اي فريق خلال ما تبقى من الموسم الحالي. هفكر فيها دي ممكن نفكر فيها. ليه؟ ما يعني مش عايز اتحمل اخطاء غيري. يعني كفى ما عايزين نبتدي موسم كده ايه على بياض. بالظبط انا يعني اللي احط فرقتي وانا اللي اختار وتبقى فرقه فيها بادجت حلو. تعمل لي عقد اعلامي واقعد معاك هنا ده يشرفنا يشرفنا البدل حبيبي. يلا اللي بعد. الزمالك الفريق الافضل في الدوري. اكيد طبعا. نعم. عمر السعيد افضل من كاسونجو. مش عايز اقول بكتير. بكتير يبقى نعم بكتير. نعم بكتير فعلا بس انا مرنت الاثنين. جنش الحارس رقم واحد في مصر نمبر 1. نمبر 1 دلوقتي. نعم نعم. انا مش بتكلم عشان انا زملكاوي. بيراميدز قادر على الفوز بالبطوله هذا الموسم؟ لا صعب صعب. نفسك تمرن بيراميدز؟ فرقه الاحراج ده فرقه طبعا.
فرقة كويسة جدا طبعا. أيوة جاوب على السؤال، نفسك؟ أكيد طبعا. بس ما بنتقالش دلوقتي لا يفكر ان احنا بن خلاص وراه مونديال هو اللي موجود. مونديال جه خلاص يعني كويس. المنتخب الاقرب للفوز ببطوله افريقيا اكيد ان شاء الله باذن الله. نعم خدنا نقطه. اسئله حلوه والله يا ريشه انت عالمي. اه شفت النهارده ايه مريحه. لا 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 ده ريشه عالمي. اه اجيري اثبت نفسه مع المنتخب نعم ام لا؟ ليس بعد، لسه لحد دلوقتي في مؤشرات بتقول ان هو في الطريق الصحيح. ماشي انا استاذ عجبك انا يعني لا شغال لسه ما اثبتش نفسه لسه ليس بعد خد بالك. يلا اتحفظ على اختيارات اجيري لقائمه المنتخب. انهي قائمه ولسه اختار اللي فاتت؟ اه طبعا خاليه من ما كانش فيها محمود علاء رغم تالقه، ما كانش فيها وليد سليمان رغم تالقه، السولية عندك كهربا كان ماشي كويس ولا كهربا كان معاه باين؟ لا كهربا كان معاه، كان معاه كهربا. اوباما كان ماشي بس كويس، بس اوباما ما كانش برضه معاه. بس يعني كان في بعض اللعيبه الحقيقه يعني محتاجين انها تخش، وفي لعيبه دخلت ما تستحقش. تقدر تقول لي اسم واحد؟ صعب قوي. شفت سؤال يعني كريم حافظ مثلا هو مش سامعنا كريم حافظ. ايوه انت قلت عشان خاطر هو بيلعب بره. لا يعني هو الولد ايه كويس بس مش منتخب مصر، مش منتخب مصر. اللي بعد مع ان انا معجب بيه والله. انت خلصت عليه؟ لا يلعب محل هنا يعني يلعب في الدوري المصري ممكن يشتغل بشكل كويس. الاختيارات منافس الزمالك على الدوري في الموسم الحالي بيراميدز اهلي مقصر؟ اهلي وبيراميدز. اهلي ثم بيراميدز ثم بيراميدز. افضل صفقه للاهلي في يناير الشحات رمضان محمد محمود؟ رمضان صبحي. المدافع الافضل في الدوري محمود علاء ايمن اشرف محمود متولي؟ محمود علاء طبعا. ما دايما منعش ان ايمن اشرف ومحمود متولي من اللعيبه اللي انا بحبهم ولاعيبه مميزه جدا يعني. افضل لاعب في الزمالك الموسم ده كهربا اوباما اوباما فرجاني والله ساسي. والله ثلاثه انت بتتكلم في ثلاثه ما شاء الله. رتبهم لي. ارتبهم لك فرجاني ساسي اوباما كهربا اللي بعده. افضل محترف في الدوري كينو انتوي بيكلي؟ انا بيكلي عشقي ماشي. بس انا بقول يعني افضل لعيب الحقيقه انتوي. انتوي لعيب احسن من كينو؟ اه طبعا احسن من كينو. قصدي بيلعب في مركز ومركز بس انتوي لعيب يفرق مع فرقه. فاهم قصدي؟ ماشي اللي بعده. مش معنى كده ان كينو وحش، كينو برضه لعيب داهيه يعني. سبب اصابات لعيبه الاهلي ارضيه التتش ولا الحمل البدني ولا الجهاز الطبي؟ بص بقى قول لي بقى. انا ليا وجهه نظر مختلفه عن الثلاث اسئله دول. هي لا ارضيه التتش ولا الحمل البدني ولا الجهاز الطبي. امال هي حاجتين من العبد لله ممكن تقول ان انا بتخيل، ممكن تقول ان انا يعني صح او غلط دي الله اعلم. اولا تدريبات النادي الاهلي 9 الصبح دي بتؤدي الى اصابات. يعني اقول لك اللعيب في مصر حتى لو قاعد في بيته ما بينامش قبل الساعه 1 12 ونص 1 و2. هو ساكن مثلا في بيت نصر. ساكن في 6 اكتوبر هنا عندكم. كويس. ساكن في الشروق. ماشي. ساكن في مصر الجديده. لما هيعتبرون 9 يصحى منهم الساعه كام؟ مش قبل 6 ونص 7. ماشي. لان الطريق زحمه الصبح. ماشي. فبيجي مشوار طويل جدا في ساعة ونص عقبال ما يوصل التمرين، ما خدش كفايته من النوم. ده تحليلي. ماشي. ممكن اكون غلطان يعني. ماشي. عشان انا عارف ممكن الناس في قناة الاهلي يطلعوا الكلام ده يقول لك ده طريق حلال. بالعكس انا بتكلم في ايه؟ ماشي. في تخيلي. لان انا كنت لعيب كورة ابراهيم. وانا كنت بنام بدري. يعني انا 12 دي ما شفتهاش في حياتي. يبقى عشان التمرين بدري واللعيبه ما تلحقش تنام بتسهر ما بتلحقش تنام وبتتمرن جرعات تدريبيه عاليه جدا. فبيحصل اصابات. طب والسؤال بقى اللي يطرح الصليبي بقى والكلام ده ارد عليك فيه قبل ما نروح للصليبي. دلوقتي انا شايف واللي قاعد دلوقتي بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك يا كابتن طارق طب ما اللعيبه دي هي برضو باختلاف اسمائها كانت برضه بتيجي مواصلات وبتركب عربياتها وبتيجي برضه في الزحمه. امتى؟ من سنه فاتت وما كانتش بتتصاب والتمرين برضه الساعه 9. النادي الاهلي بقاله اكتر من 3 سنين او من سنتين في اصابات عاليه جدا. عشان التمرين الصبح بدري وعشان الزحمه؟ انا رايي كده. ماشي. رايي انا لعيب كوره ومدرب كوره، المدرب لازم تاخد من بص اقل حاجه 8 ساعات.
ما هو ده طبيعي. طب ما هو اللعيبه اكيد في النادي الاهلي بتنام بدري. ما ممكن حد يقول لك طب ما انطر يعني الله اعلم. بس انا مش بتكلم بقول انه ينوم بيسهروا بره في بيوتهم. في بيوتهم بقول لك في بيته. في بيوته ما بينامش قبل الساعه 1 هيصحى 7 عشان يلبس وينزل بيته ويوصل في النادي الاهلي ساعه وساعة ونص في الطريق. ان الساعه 7 8 دي الطريق بيبقى عامل كده في مصر. كويس. اللي رايح واللي جاي, اللي رايح من جاي من اكتوبر او جاي من مصر الجديده او جاي من فايه الحل بقى نعمل يخلوا التمرين الساعه كام؟ انا في اعتقادي لو التمرين بقى 12 مثلا بقى يعني يدي شويه للعيب ان هو يقدر ينام كويس ويقدر يجي في وقت او في ميعاد المباراه. المباراه الساعه 5 مثلا الساعه 5 ثم هم عندهم مشكله ان لعيبه النادي الاهلي في مكان بيروحوا التتش في مكان بيبقى صعب شويه. حضرتك في فرقك بتتمرن الساعه كام؟ انا في الشتاء 12 الظهر على طول. في الصيف؟ في الصيف بتمرن في ميعاد المباراه لان انا عندي وقتي. هتمرن 3 بتمرن 3, هلعب 5 بتمرن 5, هتمرن 8 بتمرن 8 في الصيف مفيش مشكله. انما في الشتاء صعبه جدا تتمرن الساعه 5 دي في التلج ده والمطره تنزل لعيبه طالعه. انا 12 دي بتبقى الدنيا لسه بدات تهدى شويه. الحاجه بقى الثانيه الصليبي الاحذيه اللي دخلت مصر مجددا دي سبب رئيسي في الصليبي. الاسترزات القليله. برافو عليك. بص يا ابراهيم, اي جزمه مش عايز اقول ماركات عشان على الهوا عشان يعني اي جزمه خليك مع ايد الكابتن طارق معلش انزل شويه تحت شويه كده عشان اي جزمه ايد الكابتن طارق. اي جزمه يا كابتن بيبقى فيها اربع استرزات هنا فاهمني واثنين اللي احنا كنا بنلعب فيها واثنين في النص وستة هنا او خمسة. انا ما اعتقد يا ستة يا خمسة دي اللي جزمة اللي هي اسمها كوبا مونديال. دي احلى جزمة لعبنا فيها. احلى ثابت في الارض. في ستابيليتي. النهاردة دي مجنطة. دي مجنطة عاملة ايه بقى؟ اربعة وفراغ طويل جدا. انا استنى مسكت الجزم دي قلت لهم الجزم دي هتعوركم. فراغ طويل جدا وبعدين الستة بتصرف. اللعيب رجله عاملة انا لبستها ابراهيم. انا راجل استاذ اوفرات يعني. فلما بلبس الجزمة بحس ان انا رجلي واقفه كده وطالعه لفوق فمفيش استابيليتي في الارض. فمع ارض وحشه مع ارض ناشفه مع ارض طريه ممكن يحصل اصابات. فهي الاحذيه برضو من ضمن الاسباب الرئيسيه الجديده اللي دخلت علينا في مصر. الاحذيه الجديده اللي بتكلم فيها دي هي دي الاحذيه اللي كانت اللي هي سبب رئيسي في اصابات بالاضافه لبعض الملاعب للسيئه. ما هي الاصابات دي بس في الاهلي ومع كل الفرق بتلبسها. طب مش معنى وفي ده سموحه جاله 7 صليبي في السنه. محمود عبد العزيز وانا وانا بمرن الاسماعيلي 2 صليبي محمود عبد العزيز وحسن عبد الرب بسبب الاسترزات دي. وانا قلت لهم الجزم دي هتعوركم والله. اتفرج على اوروبا كلها مش هتلاقي الجزم دي خالص بيلعبوا فيها. مختلفه تماما. هم بقى بيصدروا ليك الجزم اللي هي الراتش مش يعني جزم كويسه وكل حاجه. جزم وصل 6000 جنيه دلوقتي. الناس بالكوره دي اللي متعور دي 6000 جنيه من موسى ما بهزر فاهمني. ففي فراغ طويل قوي كده في الجزمه ده بيعمل نوع من ان رجلك تبقى على طول لفوق. يجيلك بقى شد في السمانات على طول. السمانات مشدوده. الخلفيات مسدوده بالاضافه مشدوده بالاضافه الى الاستابيليتي معاها على الارض بتبقى فيها مشكله. تيجي تلف ما تلفش معاك فاهمني. الفراغ ده بياخدك ويقع. ايوه بس الكلام ده بيحصل في الاهلي بس. هو الاهلي بس بيلبس استرزات كل الدنيا اصابات يا ابراهيم. لا بس الاهلي عنده ابراهيم اكتر اكتر اربع خمس سنين فيها اصابات صليبي هي الاصابات لما اخترعوا الجزم البني والسوداء والقصدي والصفراء والفسفوري والاختراعات دي. انا في اعتقادي الشخصي كده ماشي لان انا لعبت بجزم كنت بلعب بجزمه اسمها كيكا كوري تحفه عالميه استابيليتي غير طبيعي فاهمني. الكوبا مونديال دي كمان دي اتلغت يعني ما بقتش تعملها المانيا دلوقتي دي مع المانيا شويه كده. كان في فتره من فترات اللي هي الباتريك برضو كان باتريك دي كابتن واللابلطه بتاعتنا القديمه خالص دي ايام الكابتن حسن شحاته وكابتن فاروق عبد الكريم. اللابلطه دي اللي يلبس اللابلطه دي الباتريك دي كان وزنها كيلو. الباتريك دي كنا بنلعب في نادي الترسانه كان سني 11 سنه فجابه 11 سنه عارف يعني 11 سنه تخيل مقاسي المفروض يبقى قد ايه؟ حته لقمه كده يعني يعني انت لو بتتكلم في 32 مثلا ولا حاجه 33 جابوا فرد الجزمه 42 او 43 كان جايبينها اللي ايه عارف انت منقصات الحاجات دي كنا بنجيبها ونعمل بيها ايه؟ نبيعها ونجيب مكانها واحده ثانيه. يلا نرجع تاني. حارس يستحق الحصول على فرصه مع المنتخب احمد عادل ولا عامر عامر ولا ابو جابر؟ هو اوريدي ابو جابر في المنتخب يعني. هو عامر عامر اعتقد يعني هو اللي مستواه ثابت. احمد عادل ادى مباريات طيبه جدا جدا وكان في فتره من الفترات لابد يخش المنتخب ما دخلش لكن عامر دلوقتي يعني هو اللي فارق شويه. اللي بعده مركز يحتاج الزمالك لتدعيمه قبل غلق انتقالات يناير الدفاع الظهير الايسر حراسه المرمى.
ما هو الدفاع هو الزير يعني من ضمن الزير الايسر يعني. هو طبعا عبد الله جمعه سد ثغره كبيره جدا كانت موجوده في الزمالك، كنت هقول لك على طول الزير الايسر لان كنا بننادي اللي فيه باك شمال لازم حد معاه بقى سميد كويس. اعتقد طبعا حراسه المرمى محتاجه برده مع عماد ومع جنش وعماد حد تقيل يعني. اللي بعده لاعب بيحتاجه المنتخب، عبد الله السعيد ولا محمد عبد الشافي ولا احمد فتحي؟ عبد الله السعيد طبعا. عبد الله السعيد. اللي جاي اخر سؤال يا مسهل. طيب ده كان اخر سؤال. ده كان اخر سؤال، انا سمعت في الايربيس قالك ده اخر سؤال. ده اخر سؤال، انا افتكرت اللي جاي بقى. اللي جاي ما شاء الله صوت الايربيس مواصل لحد عندك. طب خلال الحلقه سمعت صوتهم اصلا؟ اول مره اسمع صوتهم. ما بيتكلموش خالص معايا سايلنت. اول مره. خلي بالك ده قمه النجاح ان هم سايبينك. بس عايز اقول لك على حاجه، انا عندي مشكله. الكلام في الايربيس بيعمل مشوشه. انا عندي بقى مشكله اول مره اقولها، انا ما بحبش حد يكلمني في الايربيس. طب انا بحب ابقى عايش حياتي كده مع نفسي كده واخد الحوار منك. بصراحه فريق العمل بيجهز لي كل حاجه وكل الاسئله، بس انا بحس ان انا ايه بحب اخد ودي كده مع. انا اشتغلت مذيع ومذيع استوديو برنامج زملكاوي ولا وفي الحياه اشتغلنا ايوه في الحياه اليوم ملاعب اليوم ملاعب اليوم فاشتغلنا اشتغلت ثلاث اربع حاجات، اشتغلت مذيع استوديو ومذيع حلقه وتحليل ومعلق. طب يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نعيد. كابتن طارق يحيى كان لعيب جامد، مدير فني، معلق، مذيع. الحمد لله انت ما اشتغلتش في الاعداد، بس هو ده اللي كان مهم. انا كنت معد ومقدم برامج في اذاعه الشباب رياضه، ما بهزرش والله. ما شاء الله. انا معد ومقدم مصنف كده، الكارنيه بتاعي طلع في الاذاعه. لا والله. معد ومقدم برامج في اذاعه الشباب رياضه. ما شاء الله كابتن طارق او في الاذاعه عموما، لان كانت اذاعه الشباب رياضه مش حاجه ما عملتهاش. الحمد لله. الحمد لله بفضل الله. احلى حاجه الحمد لله. اهم حاجه حب الناس. ربنا يديم عليك نعمه ربنا. انا بشكرك شكرا جزيلا انك شرفتنا ونورتنا النهارده. حلقه ممتعه كالعاده يعني. حبيبي انت اللي ممتع. ربنا يخليك لينا. وكل الناس فريق الاعداد الحقيقه ممتعين كمان، وربنا يوفقكم ان شاء الله. مبروك طبعا، ما بركتكش في الاول. مبروك ليك، مبروك لاسلام صادق، مبروك لدرويش، لكل الناس اللي فريق الاعداد الناجح المحترم. وعملتوا حاله حلوه في النهار ودايما بالتوفيق يا رب ان شاء الله. بيخليك يا رب يا كابتن، ما تحرمش حاجه. كابتن طارق يحيى نجم مصر ونادي الزمالك كان ضيفنا النهارده في حلقه ممتعه من نمبر 1. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في حلقه جديده. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.